صباح الهنا وصباح الخير يلي معانا، ونهايه الاسبوع النهارده 10 الصبح في الاهلي. وقبل ما ابدا اي حاجه وقبل ما نبدا الكلام، خليني بس انوه مره تانية ان زميلنا العزيز كريم ان شاء الله يعني هيكون معانا من الحد القادم، لان هو عنده ظروف شخصيه، هي زوجته بتعمل عمليه طبعا الاعلاميه الكبيره شيرين الشاي، نتمنى ليها كلنا الشفاء ان شاء الله، تقوم وترجع لنا بالف سلامه باذن الله. على كل حال بقى خلينا نبدا النهارده وننوه، لان معانا في نهايه الاسبوع النهارده تحديدا يعني فقرات مختلفة، وأعتقد مهمة جدا. الفقرة الأولى هتكلم فيها عن الألعاب الأخرى، كمان آخر مستجدات منتخباتنا، هيكون معانا ومنورنا الناقد الرياضي شادي نبيل. الفقرة الثانية هنتكلم فيها مع الناقد الرياضي محمد عصام، وحديث بقى مطول عن طبعا الأهلي والتحديات محليا وقاريا، يعني كلام كتير جدا هنتكلم فيه. ومن امبارح أنا متابعة على فكرة السوشيال ميديا واللي بيتقال وتوقعات الناس والكلام اللي هو شوية تحس ان هو مش مفهوم يعني، وده طبعا مش من جماهير النادي الاهلي. تلاقي بعض التويتات، بعض الناس اللي تيجي تنتمي لانديه اخرى تقعد تحاول ان هي تضخم لك اي مباراه مهمه للنادي الاهلي، ان على اساس ان النادي الاهلي مش هيقدر ان هو يعدي هذه المرحله، او يعني فرصه ان هو ينتصر او ان هو يفوز بعيده جدا كانها حلم. فالناس دي انا بس طبعا مش هطلع ارد، بضيع وقت البرنامج ان احنا نرد عليهم، بس حاجه واحده بس صغيره، كل مره قبل كل مباراه يحصل نفس الكلام والاهلي بيفوز. فانا بتهيالي لما اجرب مره واثنين وثلاثه نفس الاسلوب الاقي ان في الاخر ما فيش حاجه بتحصل، يعني الخصم بتاعك او الشخص او الكيان اللي انت بتحاول تاذيه بالكلام ده لا يلتفت لا يهتم، فبتهيالي المفروض ان انا ابطل يعني. فكلام ملوش اي لازمه، كلام يعني احنا ما بناخدوش في اي اعتبار، لا نعطيه اي اعتبار، لا نعيره اي اهتمام، بس اللي عايز يتكلم براحته، يعني اللي عايز يقعد يتكلم خلاص براحته. احنا على كل حال هنتكلم عن يعني نفسنا، وهنتكلم عن استمرار تحقيق الاحلام الخاصه بالاهلاويه واعضاء كمان الجمعيه العموميه، سواء على الناحيه الفنيه او طبعا على ناحيه المنشات وغيره. وهبدا بالخبر الرائع ده بمواصله مجلس الاداره طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب، تحقيق الانجازات سواء نتكلم الرياضيه او الانشائيه تحديدا. وبكره هنتكلم عن الانشائيه، وهيكون افتتاح فرع التجمع الخامس اللي هيكون، خليني اوعد حضراتكم، ده صرح رياضي واجتماعي فعلا فعلا مبهر بشكل كبير جدا لكل الاعضاء. يعني انت عندك يعني كل الاحتياجات اللي اي شخص اي عضو في اي نادي بيبقى بيتطلع عليها بيبقى بيتمناها، عندك احتياجاتك الرياضيه متوفره من ملاعب بتخص طبعا الانشطه الاجتماعيه، الحفلات، منطقه المطاعم، الفود كورت اكثر من رائعه، تشينز كبيره جدا يعني فود تشينز رائعه جدا، عندك كمان فرع لاحد البنوك لتسهيل كافه متطلبات طبعا الاعضاء، وده يعني مش غريب على النادي الاهلي، مش بنقول حاجات مثلا اول مره تتم في فرع من فروع النادي الاهلي، ده موجود في كل الافرع. خليني اقول لحضراتكم كمان يعني هيبقى عندنا مفاجآت كتيرة جدا جدا إن شاء الله بكرة في حفل الافتتاح، لكن عايزين كمان نتوجه بالشكر لسيادة اللواء وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية، اللي كان فعلا فعلا حريص جدا إن هو يعني يكون متواجد على مدار الأيام الماضية كلها مع كابتن محمود الخطيب، يتفقدوا كل شيء، بيشوفوا كل حاجة بتتم بنفسهم، عايزين يتابعوا كل صغيرة وكل كبيرة يعني عشان يطمنوا على كافة التجهيزات بإذن الله قبل الافتتاح. وهذا تاني الافتتاح اللي يليق بجماهير النادي الأهلي، وبالمناسبة يليق بكل الجماهير المصرية، لأن احنا رجعنا وقلنا النادي الأهلي مش حكر على أكيد بس الأهلوية، احنا عندنا أعضاء من كل النوادي ومن كل الاتجاهات، فهي دي النقطه. وشفنا بنفسنا وسمعنا كان في ازاي يعني ناس بتنتمي لانديه اخرى وربما انديه منافسه بشكل يعني مباشر، لكن هي حابه ان هي تكون منضمه للنادي الاهلي، وهم بيتحدثوا قد ايه ده اضافه ليهم ولولادهم ولعيلتهم ان هم يكونوا ضمن كيان منظم ضمن كيان ناجح، فده شيء اكيد بيسعدنا جدا. خلينا كمان نتكلم ان النادي بيواصل استقبال الراغبين اكيد في الاشتراك في العضويه، وكافه التسهيلات هتكون موجوده، وهيكون في ايام هيتم تحديدها طبعا لاحقا عشان يتم عقد فيها اللجنه، يعني طبعا برئاسه لجنه العضويه برئاسه الاستاذ طارق قنديل، هيعقدوا اجتماع في كل الافرع من فروع النادي عشان يستقبلوا طبعا الراغبين في الاشتراك وتسهيل كافه الاجراءات كمان ليهم. بس خليني بس قبل ما نروح او نسترسل يعني اقول ادي حضراتكم نبذه سريعه جدا او بسيطه جدا عن
المشاهد اللي هتكون موجودة هناك، أو يعني الطفرة الرائعة اللي بيشهدها فرع التجمع. أولا أنت عندك مبنى اجتماعي هيكون على مسطح 1000 متر، ده رقم واحد. بعد كده كمان تم التصميم بتاعه على أحدث مستوى، حضراتكم هتشوفوا بنفسكم، إلى جانب طبعا مبنى غرف خلع الملابس ومبنى أكاديمية الكرة، إضافة إلى ملاعب طبعا كرة السلة واليد والطائرة وغيره وغيره، مع استخدام كمان أحدث الأرضيات المعتمدة من الاتحادات الدولية. بتتكلم ملاعب على أعلى مستوى بجد، مش ملاعب تقعد معاك سنة اتنين تلاتة وبعد كده تبوظ، مفيش حاجة اسمها كده خالص. عندك ملعب نجيل صناعي للأكاديمية، وكمان تم الانتهاء، خليني أقول لحضراتكم، من منطقة أكوا بارك، ودي يمكن بقى اللي أنا عايزة أعرف تفاصيل أكتر تحديدا عنها، لأن أعتقد شوية دي حاجة مختلفة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن كل يعني الإنجازات اللي بتتم وعن الافتتاح وغيره. معانا على التليفون سيادة العميد أحمد إيهاب النحاس، مدير فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس. يا سيادة العميد بونجور على حضرتك، صباح الهنا. صباح الهنا استاذ نهاوند، صباح الفل على اخواتنا وزملائنا في قناه النادي الاهلي، صباح الخير على كل اعضاء النادي الاهلي والمنتمين للنادي الاهلي وكل من هو محب لهذا الكيان المحترم. سيادة العميد هقول مبروك علينا في البداية، مبروك علينا، مبروك على كل المصريين، مبروك على كل الأهلوية، إنجاز ورا إنجاز. يعني النادي الأهلي بيقدمه سواء على المستوى الرياضي أو مستوى الإنشاءات، حاجة محترمة جدا. الناس كلها ما فيش كلام غير عن النادي الأهلي فرع التجمع بقالنا فترة طويلة. خلينا نعرف من حضرتك كواليس أكتر طبعا، وخلينا كمان نعرف كواليس عن إن شاء الله حفل الافتتاح بالغد. اتفضل يا فندم. طبعا زي ما حضرتك قلتي، انا بس حابب طبعا في الاول، لان انا سمعت حضرتك، ابعت سلامي اخونا الاستاذ كريم، وتمنياتنا كده بالشفاء ان شاء الله لزوجته الفاضله ان شاء الله. زي ما حضرتك تفضلتي كده، احنا طبعا عندنا حدث جميل بيحتضنه الشارع الرياضي المصري، مش هنقول منظومه النادي الاهلي فقط، يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره المحترم عودونا دايما على الفرحه وعلى رؤيه في التطوير المستمر والايمان بمبدا نؤمن به كلنا كمؤسسه النادي الاهلي، تاريخ مبادئ وتطوير. بكره ان شاء الله باذن الله زي ما مجلس الاداره اعلن رسميا برئاسه كابتن محمود، هيبقى الافتتاح الرسمي للفرع الرابع للنادي الاهلي او الصرح الرابع للنادي الاهلي في مناطق القاهره الجديده. يمكن ده بنقول ان هو مش احد فروع النادي الاهلي فقط، هو احد المؤسسات الرياضيه المصريه اللي بتضيف للمؤسسه الرياضيه المصريه على المستوى المصري بالكامل، اضافه جميله جدا بامكانيات محترمه تليق باعضاء النادي الاهلي وتليق بكل من هو منتمي لهذا الكيان. زي ما حضرتك قلتي، احنا عندنا فرع القاهره الجديده بيقع على مساحات حوالي 50 فدان. لأول مرة، مش هنقول على مستوى الأفرع، لأول مرة على مستوى الإنشاءات الرياضية بيتم افتتاح نادي رياضي بنسبة 80% من نسبة إنشاءاته، ودي تعتبر نسبة كبيرة جدا بالنسبة لافتتاح مبدئي بالنسبة للأندية الرياضية. عندنا كل الإمكانيات سواء الإنشاءات على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الرياضي، ملاعب كرة اليد وملاعب كرة السلة وملاعب كرة الطايرة، 4 ملاعب لكل لعبة على حدة. عندنا 8 ملاعب تنس أرضي مفعلين بشكل كامل. مبنى اجتماعي على أعلى مستوى مجهز بإمكانيات تليق بالمترددين على النادي الأهلي من أعضاء النادي الأهلي والمنتمين للنادي الأهلي. أعداد اجتماعية تستوعب الأعداد اللي ممكن تتردد على منظومة زي منظومة النادي الأهلي. أول مرة أعتقد هي الأولى في تاريخ المؤسسات الرياضية على المستوى القطر المصري والقطر العربي والقطر الأفريقي والدولي أيضا، أن يبقى في نموذج للملاهي المائية الأكوا بارك. يعني احنا عايزين تفاصيل بقى سيادة العميد، لأن أنا نفسي انبسطت لما سمعت الخبر ده. والله يا أستاذ نهوان كلنا انبسطنا، لأن هي برضو النادي الأهلي بيوفر الخدمات للعضو وكده، ووفر لنا أن احنا نبعد لمسافات طويلة عشان نروح الأقوى في محافظات أخرى. صح. فأصبح عندنا خدمة موجودة جوه مقر النادي الأهلي، ملاهي مائية لأولادنا من الناشئين النادي الأهلي. دي خطوة يمكن ما ظهرتش في المؤسسات الرياضية، ويمكن صحيح. كل زي ما حضرتك بتقولي كل الناس منتظرينها،
سواء الأعضاء الكبار أو الأطفال أبنائنا من أبناء النادي الأهلي. يمكن النموذج الأول زي ما بقول لحضرتك نتمنى يكون على المستوى اللائق اللي بينا كلنا إن شاء الله بإذن الله. حاجة محترمة جدا جدا ان شاء الله. انا متأكدة وكلنا كأهلوية متأكدين ان هو هيكون على اعلى مستوى كالعادة. خلينا بقى نروح بكرة يا سيادة العميد وتفاصيل اكتر عن حفل الافتتاح لو حضرتك ممكن تطلعنا عليها. اتفضل. ان شاء الله باذن الله بكره يعني حفل يليق بينا جميعا. عندنا ناس على اعلى مستوى من الاحترافيه في تنظيم الايفنتات او الاحداث المشابهه لهذه الاحداث، متابعه طبعا بشكل مستمر مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي الدكتور سعد الشلبي. يمكن بعد لحظات كده من المحادثه مع حضرتك في اجتماع تحت اشراف سيادته وكل المنظومه والادارات المشاركه في هذا الحدث بننظم حاجة تليق بينا كلنا، فقرات خلينا نقول إن هي مفاجأة لأعضاء النادي الأهلي والمنتمين للنادي الأهلي. يمكن مشاعر جميلة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود حابب إن هو يدي للحدث حقه الكامل. إحنا طبعا فرحانين إن في فرع جديد تم إضافته على مؤسسة النادي الأهلي، بس الفرحة دي لازم يبقى ليها شكل يليق بينا كلنا. حفله بفقرات محترمه جدا، حابب ان هي تبقى مفاجاه لحضراتكم. في عندنا ناس من ابناء النادي الاهلي، يمكن لو اذكر الاستاذ هشام جمال اخ عزيز وفاضل ومن ابناء النادي الاهلي ومن الناس اللي بعتز فيهم في المجال، قائم على الاشراف على الافتتاح والتوجيه من الكابتن محمود الخطيب. هنعمل حاجه تليق بيكم، حاجه تليق بالحدث نفسه. خلي بال حضرتك احنا فرع القاهره الجديده بنعتبره يعني افتتاح بيمس الشارع المصري باكمله والمناطق او مداخل العاصمه الاداريه، المشروع الاستراتيجي للدوله المصريه، فحاطين في الاعتبار تماما كل المعطيات المحيطه بالفرع الجديد، وبنتمنى ان احنا نحقق الافتتاح بالشكل اللي يليق بمؤسسة النادي الأهلي، يليق بكابتن محمود الخطيب وفريق كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة المحترم، ويليق بالمكان اللي موجود فيه فرع القاهرة. رائع جدا. إن شاء الله نسعد بيكم جميعا ويبقى حاجة تليق بيكم كلكم إن شاء الله. إحنا متأكدين من ده بكل التوفيق إن شاء الله، وكلنا هنسعد وهنتابع بكرة إن شاء الله حفل الافتتاح وهنكون جزء منه كمان بإذن الله. بشكرك جدا جدا سيادة العميد أحمد إيهاب النحاس، شكرا لحضرتك جدا على هذه المداخلة. يعني كل فرع جديد النادي الاهلي بيتم افتتاحه وكل الاهلاويه كل الناس بتبقى منتظره هذا الحفل. شفنا ده في الاقصر وشفنا ده في الافرع المختلفه، ناس بتبقى عندها باشن، ناس بتبقى مبسوطه، ناس عندها ثقه ان الموضوع هيتم على اعلى مستوى، فبيبقوا عايزين يتفرجوا ان شاء الله. حسب كلام سياده العميد وحسب الكلام يعني اللي احنا سامعينه والاخبار المتداوله ان هيكون حفل فعلا غدا يليق باعضاء وبكل من ينتمي لهذا الكيان المحترم النادي الاهلي. كلنا نسعد ان شاء الله بالفرع غدا. ننتقل بقى لخبر اخر وخاص بالنادي الاهلي، لكن خلينا نركز على الفريق الاول لكره القدم اللي بدا خلاص استعداداته من امس لمباراه ان شاء الله نهائي افريقيا. وخليني اقول ده يعني جه بعد ما الى حد كبير قدرنا ان احنا نطمن على مسابقه الدوري نسبيا، يعني ده في حد ذاته شيء ايجابي ان انت داخل على افريقيا وانت مطمن على مسابقه الدوري. زي ما كنت بقول نسبيا، احنا حصدنا 9 نقاط من مباريات امبي وطلائع الجيش وسيراميكا حتى هذه اللحظه، وده يعني خلينا نقول في العموم برده امر مهم جدا اننا بقى لنا حوالي 14 مباراه بدون هزيمه، عندك كلين شيت يعني شباك نظيفه محليا وقاريا، ده انجاز كبير على فكره. خلينا كمان ناكد على كلام مارسيل كولر عشان يبقى الكلام بمنتهى الصدق والشفافيه. هو تحدث وانا اتكلمت على ده امبارح في تصريحاته الاخيره ان اداء اللاعبين في ماتش سيراميكا تحديدا كان محتاج تحسن شويه، يمكن محتاج كمان معالجه لبعض الاخطاء اللي منها اهدار الفرص التهديفيه، ودي بصراحه حاجه اعتقد كويسه ان احنا نهايلايتد. يعني كويس ان المدير الفني بيجي بيتكلم حتى وان كان فايز، بس بيتكلم على بعض النقاط اللي عنده السلبيه وبيحذر اللعيبه بتاعته ان دي لو تم تكرارها في مباراه اللي هي مع الوداد مش هيصبح في امل، او مش هقول مش في امل، هيبقى في خطوره، هيبقى في قلق. فاحنا اكيد مش عايزين ابدا ان ده يتم، واحنا عارفين بالمناسبه ان ده عمره ما هيتم لتاني. النادي الاهلي في الماتشات الكبيره يعني مش بس بيبقى عظيم، لا
بيأدي أفضل ما عنده، فإحنا مش قلقانين على النادي الأهلي أكيد أمام الوداد المغربي مع صعوبة المباراة ذهابا وإيابا. إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا، عندنا ثقة في الجهاز الفني في معالجة كمان كافة السلبيات، وكمان كلنا ثقة كبيرة في روح وأداء لاعبينا في هذا اللقاء. كل التوفيق، وهنتكلم زي ما كنت بقول لحضراتكم في التفصيل، يعني بالتفصيل في الفقرات الحوارية اللي معانا. برضو عشان ما ننساش عايزين نوضح أمر مهم جدا، وده هيكون خاص بالجماهير. احنا مش عايزين الجماهير، وده طبعا رجاء، خلينا نقول ده رجاء في الاول وفي الاخر، مش عايزين جماهير بتاعتنا ان هي تقلق على اللاعبين ولا تشغل بالها مين هيلعب ولا مين مش هيلعب ومين مصاب. للناس كتيره في الفتره الاخيره بتبعت تقول يا جماعه طمنونا على الشناوي، طمنونا عن فلان، طمنونا على الشحات. حلو جدا، احنا مهم ان احنا نطمن على اللعيبه بتاعتنا، واكيد كلنا يعني قلق على اللعيبه بتاعتنا، لكن في نفس الوقت خليني اقول واكد كلهم على قدر المسؤوليه، مين ما كان هيلعب كله على قدر من المسؤوليه. قلنا ده قبل كده كتير جدا، واحنا اوريدي عارفينه، شعارنا الاهلي بمن حضر، ده مش شعارات وخلاص، ده شعار بيزد على واقع على مدار التاريخ كله، فعلى ارض الواقع الكلام ده حقيقي. اللعيبه كلها اثبتت هذا الواقع في الملعب، يعني ومش مره ومش اتنين ومش تلاته، لا في كل مره 11 لاعب عندك او السكواد اللي بيلعب النهائي هيكونوا بيلعبوا بروح الفانيلا الحمراء، الفانيلا الحمراء اللي هي يا جماعه اللي بتحمل شعار 10 نجوم لدوري ابطال افريقيا. كلنا ثقه ان شاء الله فيهم، وشفنا ده تاني في مثال قريب جدا. لو انا هتكلم تحديدا، انا قلت ده امبارح بس هرجع افكر حضراتكم، ومش هفكر حضراتكم، هنفضل نفكر نفسنا عامه. عندك الشناوي مع الاصابه، نزل علي لطفي مع الاصابه، جه مصطفى شوبير، يعني الحمد لله كانت اصابه بسيطه اللي كانت في الحاجب، لكن قدر ان هو يثبت نفسه بشكل اكثر من رائع. فانت في النادي الاهلي ما عندكش لاعب اساسي ولعب احترافي، عفوا احتياطي، عندك كل اللعيبه بتاعتك على مستوى احترافي كبير جدا. فهي دي النقطه، وهو ده اللي احنا كنا بنسعى ليه. ممكن يكون في بعض المواسم كان في دروب شويه، ممكن في بعض او مع بعض المديرين الفنيين ما كانش المستوى الافضل للعيبه بنشوفه، او ما كانش في ثبات في المستوى على مدار ماتشات متتاليه، لكن مع مارسيل كولر وخلينا في الحاضر، احنا كلنا شفنا هذه النقطه. انت شفت اللعيبه بتاعتك كان مستواها ليس الافضل، ابتدى المستوى يرتفع، ابتدت الكره تتطور، ابتدت الاخطاء تقل، ابتدى الجزء الفني والجزء النفسي افضل بكتير للعيبه. فده في حد ذاته نجاح لهذا الرجل اللي هو جاي وجاي بهدف وجاي فاهم كويس قوي طبيعه الجماهير كمان الاهلاويه. مارسيل كولر انا من الناس اللي بحترم جدا ذكائه، وانا شايفه ان فعلا هذا الرجل حقق كتير ولسه هيحقق كتير جدا مع النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله في اللي قادم، مباراه هتكون قويه جدا نتمنى حسمها يعني ذهابا من القاهره. طيب خليني انتقل مع حضراتكم ونتكلم برضو عن خبر مفرح، وهو مجال اخر، او نروح لخبر اخر عن كره القدم، لكن لنجوم مصر برضو بس تحديدا في تنس الطاوله، اللي برضو بيواصلوا التألق والتقدم في التصنيف الدولي في حديث، يعني هقول ايه، لا حاجة كانت يعني لازم تدعو للفخر لكل مصري. فعلا احنا عندنا ابطال في مجالات مختلفه وبيقدروا ان هم يرفعوا اسم مصر في محافل دوليه، وبنتكلم هنا تحديدا عن النجم المصري عمر عصر في الوصول ان هو يوصل للمركز ال 22 في التصنيف العالمي لرجال تنس الطاوله، انجاز اكيد رائع بعد ما ارتفع 8 مراكز دفعه واحده ووصل مجموع نقاطه تحديدا ل 1045 نقطه. كمان شهد التصنيف يعني احتلال احمد صالح المركز برضو المصري، البطل المصري 86 عالميا برصيد 249 نقطة. ارتقى كمان محمد البيلي للمركز ال 94 على العالم بعد انه ارتفع 7 مراكز محققا 222 نقطة. وتاني هرجع اقول ده امر جيد جدا ان يكون عندنا 3 لاعبين يعني وفي اول كمان 100 لاعب في مستوى العالم، دي حاجة أكيد رائعة جدا. بس الأروع من كده بقى واللي أنا هروح ليه دلوقتي، البنات، البنات قدرت إن هي تكسب في التصنيف الدولي لتنس الطاولة. عندنا 4 لاعبات مش بس 3، عندك أول حاجة أو أول يعني طبعا كسبوا في أول 100 لاعبة على مستوى العالم، عندك أول واحدة دينا مشرف احتلت المركز الثامن والعشرين عالميا، متقدمة برضو 3 مراكز ومحققة 920 نقطة، واحتلت هنا جودة طبعا البطلة المصرية والأهلية
الأهلاوية المركز الخامس والثلاثين عالميا برصيد 685 نقطة، ويسرى حلمي على المركز 49 في التصنيف العالمي برصيد 413 نقطة، ومريم الهضيبي ثلاث مراكز ارتفعتهم ووصلت للمركز 76 عالميا. إنجازات متعددة للرياضة المصرية سواء على مستوى الرجال أو السيدات، حاجة محترمة جدا. يعني نتمنى مزيد من التألق بإذن الله لكل وكافة الرياضات المصرية والأبطالنا في مصر، ونتمنى كمان إن ده يترجم للأولمبياد بقى، لأن في الأول وفي الآخر بيبقى كل بطل عينه على الأولمبياد، ده بيبقى حلمه إن أنا أحقق ميدالية أولمبية لبلدي. نتمنى إن شاء الله إن ده كله يصب بعد كده في إن في ارتفاع في عدد الميداليات اللي مصر بتحصل عليها في الأولمبياد المختلفة اللي بتشارك فيها، لأن إحنا بصراحة ومنتهى الصراحة أنا هتكلم، زهقنا من فكرة تمثيل مشرف، زهقنا من فكرة إن إحنا بنروح ما بنحصلش على الكم من الميداليات رغم الكوادر اللي عندك والبوتنشل اللي عندك القوي جدا من لعيبه، تاني هرجع اقول باقل الامكانيات بيصنعوا من نفسهم نجوم، مع طبعا شغل الاتحادات المختلفه والاهتمام الموجود اللي لسه عايز برضو شغل اكبر، بس اللي دلوقتي محقق انجازات كبيره، بس نتمنى يكون في زياده عن كده، لان مصر تستحق وجماهير مصر تستحق يعني ميداليات زياده عن كده. احنا ما فيش حاجه تقريبا بتنقصنا، اتكلمنا عن المشاكل، اتكلمنا عن مشكله الدعم المادي، الحاجات دي كلها في طريقها للحل، ان ما كانش البعض منها بعض الاتحادات اتحل بالفعل. فكل التوفيق ان شاء الله لابطالنا، احنا منتظرين منكم المزيد والمزيد من التألق والميداليات والبطولات ان شاء الله. خلينا بقى نتابع دلوقتي زي ما احنا متعودين درجات الطقس والحراره ونرجع نكمل. نهاية الأسبوع بنحب دايما إن احنا تكون معانا دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عشان نطمن أكتر عن كمان تفاصيل الويكند. دكتور منار بونجور على حضرتك أكيد في البداية. صباح الخير على حضرتك أستاذة نهاوند، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك. أهلا بحضرتك. احنا كنت معانا في بداية الأسبوع طبعا وطمنا على الأسبوع اللي احنا فيه دلوقتي، لكن طبعا حابين كمان نطمن الناس على الويكند. درجات الحرارة ابتدت في ارتفاع، ابتدى الجو يبقى حر أكتر زي ما حضرتك توقعتي، لكن طمنينا أكتر عن الأتربة، هل هيكون في ارتفاع برضو يعني في الويكند ولا هيبقى في انخفاض؟ خلينا نعرف من حضرتك. بالفعل يمكن احنا بدأنا من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فده اللي هيؤدي لارتفاع في درجات الحرارة. الارتفاع ده هيبدأ اليوم وينتهي معانا السبت المقبل إن شاء الله. ذروة الارتفاعات هتكون غدا الخميس والجمعة، لأن غدا كمان الكتل الهوائية هتكون قادمة من الصحراء الغربية وكتل هوائية جنوبية، فهتؤدي المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. فغدا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية فترة النهار، يعني الخميس والجمعة الذروة ارتفاع درجات الحرارة. المناطق الجنوبية كمان هتوصل ل 42 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي اليوم الأجواء حرة فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، حر المائلة الحرارة على السواحل الشمالية. غدا الأجواء تكون شديدة في الحرارة في أغلب مناطق الجمهورية زي ما قلنا، ذروة الارتفاعات الخميس والجمعة، بالإضافة كمان إن فترات الليل هنحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة الصغرى. فترة الليل تتراوح ما بين 24 ل 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس أكثر كمان بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الليل. بالنسبة للأتربة والرمال المثارة هتبتدي معانا اليوم على بعض المناطق من الصحراء الغربية، لأن في سرعات رياح على الصحراء الغربية تتجاوز ل 40 كيلومتر على الساعة، فبالتالي هتؤدي لإثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد مطروح والسلوم. مع غدا الخميس تبدأ تتقدم لبعض المناطق الداخلية، يعني تشمل الأتربة والرمال المثارة ونشاط رياح القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من مدن القناة سواحلنا الشمالية شمال الصعيد، هيستمر معانا كمان اليوم الجمعة. مع يوم السبت يحصل انتصار لموجة ارتفاع في درجات الحرارة والأتربة والرمال المثارة يعني تزال من أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، فبالتالي سفرة الويك إند دي هيكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة مع الأتربة والرمال المثارة موجودة في أغلب المناطق وممكن تؤدي انخفاض رؤية أفقية. هننصح كل السادة المشاهدين مهم جدا بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة تحديدا، كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وإذا السماية تبقى موجودة في إيديا ده شيء مهم جدا. أصحاب مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لو إحنا هنخرج بكرة أو بعده يفضل ارتداء الكمامات، والقيادة كمان تكون بهدوء تام على أغلب الطرق. طيب الرطوبة أخبارها إيه برضو؟ خلينا نعرف من حضرتك يا دكتور.
هي طبعا نسب الرطوبه، لان الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه صحراويه، نسب الرطوبه لسه ما ارتفعتش بالشكل الكبير، لكن مع الاسبوع المقبل وبدايه شهر 6 تبدا تدريجي نسب الرطوبه ترتفع في الجو، فنبدا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره، نلاقي كمان فرق بين درجه الحراره اللي احنا دايما بنقولها لحضراتكم ودرجه الحراره اللي احنا بنحسها في الشارع تدريجيا مع اقتراب فصل الصيف وبدايه شهر 6 باذن الله. رائع جدا، بنشكرك على هذه التغطية دكتور منار غانم، شكرا لحضرتك. هنروح فاصل سريع ونرجع، خليكم معنا. برحب بحضراتكم اكيد مره كمان، وخلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، وهتكون معانا مراسلتنا العزيزه جدا نورهان طمان من مقر النادي بالجزيره. نورهان بونجور، صباح الهنا عليكي، واكيد سامعينك، وقولي لنا بقى الاجواء عندك كمان، ولو كان في اي احاديث جانبيه دارت بينك وبين الاعضاء خاصه بالافتتاح ان شاء الله بكره بفرع التجمع، وخلينا برضو نعرفها. اتفضلي يا نورهان. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا طبعا هنا من مقر النادي بالجزيره زي ما تعودنا نطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي الاهلي. طبعا في الساعات الاولى من صباح اليوم كالعاده العاملين بنادي الاهلي بيستقبلوا الاعضاء، وطبعا يعني الشغل والعمل بيكون على قدم من وساق في الساعات الاولى. يمكن النهارده من صباح اليوم لسه الكثافه العدديه لاعضاء النادي ما بقتش كبيره، خصوصا النهارده طبعا مش احد ايام الاجازه في الاسبوع، احنا في منتصف الاسبوع. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن طبعا الجو حار بعض الشيء في الساعات الاولى اليوم في مقر النادي بالجزيره. وطبعا يا هواندي انت قلتي بنتكلم مع اعضاء النادي، طبعا بنتكلم مع اعضاء النادي طول الوقت حول كل ما يخص النادي، سواء على صعيد كره القدم او على صعيد الالعاب الاخرى، وكمان الامور الاداريه والانشائيه. ولكن خلينا نبدا بكره القدم وحاله من الارتياح بشكل كبير جدا حول طبعا الفريق الاول لكره القدم اللي بيستعد لمباراته الهامه امام فريق الوداد المغربي في طبعا المباراه الاولى بنهائي دوري ابطال افريقيا، واللي هتقام ان شاء الله هنا بالقاهره يوم 4 يونيو. كمان خلينا اقول لك انه يمكن طبعا حاله الارتياح دي نتيجه طبعا الاعلان عن جاهزيه جميع لاعبي الفريق، وطبعا على راسهم قائد الفريق وحارس المرمى النادي الاهلي المخضرم كابتن محمد الشناوي، طبعا بعد عودته من الإصابة، بالإضافة طبعا ل طبعا علي لطفي وحمدي فتحي، الثلاثة أو الثلاثي اللي كان يعني يمكن جمهور الأهلي متخوف من يعني حجم الإصابة أو حجم الابتعاد عن المباريات. كمان خليني أقول لك يا نهاوند إنه يعني شفنا في التدريبات الأخيرة للفريق حالة من التركيز الكبير بين اللاعبين، وطبعا مستر كولر كان يعني بيعمل بشكل كبير جدا على الاهتمام بالحالة النفسية للاعبين، وطبعا مع جهازه الفني اتكلم كتير حول طبعا تجهيز اللاعبين وضروره الحديث معاهم حول يعني التركيز في الفتره القادمه، ويعني يمكن فصل كل الامور خارج المباراه الافريقيه والنهائي الافريقي المرتقب عن اللاعبين وحاله من الحظر الاعلامي. احنا يمكن اتكلمنا عن الحظر الاعلامي في العديد من المباريات، ولكن يمكن النهائي الامر مختلف. الوضع النفسي كان مهم جدا لمستر كولر، واتكلم فيه مع الجهاز الفني، واتكلم فيه ايضا مع قائد الفريق كابتن محمد الشناوي، وازاي يتكلم مع اللاعبين وضروره وضعهم على يعني يمكن او وضع الصوره كامله للاعبين، وضروره حثهم على يعني طبعا وتشجيعهم على التركيز في المباراه القادمه، بالاضافه طبعا الى انهم طول الوقت يفكروا في الجمهور، طول الوقت عارفين ان جمهور النادي الاهلي كبير وبيسندهم ومعاهم طول الوقت. وكمان خليني اقول لك يا نهاوند انه يمكن في الايام الماضيه كان مستر كولر مهتم ان هو يتكلم مع اللاعبين عن ضروره الفصل ما بين البطولات، يعني بطوله الدوري شيء وبطوله دوري ابطال افريقيا او النهائي طبعا المرتقب شيء ثاني. وزي ما احنا شفنا يمكن في مباراه سيراميكا كليوباترا كان الحمد لله يمكن نفذنا المطلوب او اللعيبه نفذت المطلوب من المدير الفني، ويمكن هو تحدث مع العديد من اللاعبين حول ظاهرة يعني إهدار الفرص، وأنه مش من المقبول أن هذه الظاهرة تتكرر تاني في المباراة القادمة تحديدا، خصوصا أن احنا طبعا يمكن شفنا مباراة طبعا سيراميكا اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد، يمكن كان فيها على مدار 90 دقيقة العديد من الفرص المهدرة، وده يمكن حذر منه مستر كولر المدير الفني للفريق.
يمكن كمان خليني اقول لك يعني هواند انه فكره الروتيشن وانه مستر كولر طول الوقت بيتكلم مع اللاعبين ان هو ما عندوش تشكيل اساسي، ما عندوش لعيبه اساسيه ولاعيبه على دكه الاحتياطي، كل اللاعبين مجهزين، كل اللاعبين من المفترض ان هم يكونوا جاهزين لاي يعني احتياج للمدير الفني اليوم في الملعب وايضا خارج الملعب من خلال تحفيز زمايلهم في طبعا على دكه البدلاء. كمان يعني يمكن عايز اقول لك هواند انه يمكن طبعا النهارده تدريبات من تدريبات الفريق راحة من التدريبات وأيضا في معسكر قبل المباراة ب 24 ساعة، يمكن كان في حديث حول 48 ساعة ولا 24 ساعة، ولكن المدير الفني استقر على إقامة المعسكر قبل المباراة ب 24 ساعة فقط لإضافة التركيز على اللاعبين. يمكن زي ما قلت لكم فكرة أنه مستر كولر اتكلم عن مع اللاعبين على ضرورة عدم إهدار الفرص وأيضا يمكن ضرورة يعني التركيز على مهارة التسليم والتسلم، مهارة الاستحواذ، ازاي نقدر في الشوط الاول ما بين يعني امام الوداد في الشوط الاول ده، يمكن احنا بنقول تعبير الشوط الاول على مباراه القاهره لان الشوط الثاني هيكون في المغرب، مباراه القاهره المدير الفني بيعتبرها شوط اول لنهائي افريقيا، واتكلم مع اللاعبين على ضروره الاستحواذ وضروره الهدوء وضروره حسم المباراه هنا من القاهره عشان نروح ان شاء الله المغرب واحنا مرتاحين. دي يمكن كانت معظم الاجواء حول الفريق الاول لكره القدم. كمان خليني اقول لك يا هواند انه يمكن على صعيد الانشطه هنا من داخل مقر النادي بالجزيره كان في العديد من الانشطه للجان المختلفه، ولكن كان على راسها نشاط التنس. يمكن شفنا وكان كاميرا قناه النادي الاهلي كانت موجوده في فعاليه يمكن اقيمت من ايام في هنا في مقر النادي بالجزيره، عن طبعا كان يوم ترفيهي للاطفال، يعني يمكن شفنا اجواء لذيذه جدا وحلوه جدا للاطفال، واهتم يعني يمكن جهاز التنس الجديد بقياده كابتن احمد طارق مهتم بان هو يعني يعمل جو للاطفال لان هم يحببهم في بطوله التنس. ده ايضا ده هنا يمكن كان عن على سبيل الانشطه الداخليه. ولكن قبل ما اختم كلامي معاك يا هواند عايزه يمكن استعرض الانجازات اللي يمكن اتحققت في بطولات الالعاب الجماعيه وبطولات الصالات تحديدا. يمكن النادي الاهلي الحمد لله نمسك الخشب يعني حقق بطولات على صعيد العاب الصالات كبيره جدا تصل الى 15 بطوله، موسم انجازي يعني موسم اعجازي وانجاز كبير لطبعا مجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين في جميع البطولات السنه دي. خلينا يمكن استعرض لكم ابرز الانجازات يمكن في العاب الصالات على صعيد الرجال والسيدات. يمكن في كره اليد الرجال والسيدات حققوا بطوله الدوري والكاس، كمان في طبعا بطوله يد رجال بطوله السيدات بطوله كره السله سيدات الاهلي حقق بطوله الدوري والكاس، وبطوله السله رجال الاهلي حقق بطوله الدوري المرتبط وبطوله كاس مصر وبطوله يمكن الافريقيه الاخيره بال وايضا بطوله دوري السوبر. اما على صعيد يمكن كره السله كره الطائره رجال الاهلي حقق بطوله العربيه وايضا حقق السوبر المصري. اما على صعيد الطائره كره الطائره سيدات الأهلي بطل الدوري وبطل كأس السوبر المصري. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة. شكرا لكم وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. والله يا نورهان تغطية أكثر من رائعة، بس قبل ما تمشي خليني أتكلم معاكي برضو في حفل الافتتاح إن شاء الله غدا، أكيد كلنا هنكون متواجدين وهنكون كمان جزء إن شاء الله من حفل الافتتاح. عندك أي كواليس، عندك أي معلومات برضو عن حفل الافتتاح، خلينا نعرف منك ونطلع برضو السادة المستمعين. اتفضلي. سعيد طبعا يا هواند سالتيني السؤال دوت، ويعني احنا طبعا بنستعد كلنا سواء في العاملين في قناه النادي الاهلي وايضا العاملين في فرع النادي الاهلي الجديد بالقاهره الجديده لحفل الافتتاح اللي ان شاء الله من المقرر اقامته باذن الله غدا. حفل الافتتاح انا يعني عايزين نقول للجماهير وعايزين نقول للمشاهدين ان احنا ان شاء الله ان شاء الله هنشوف حفل افتتاح اسطوري كعاده النادي الاهلي في تنظيم جميع هذه المناسبات. كمان خلينا اقول
لك ان طبعا 50 فدان يعني يمكن مساحه شاسعه جدا ل يعني فرع النادي الاهلي الجديد بالقاهره الجديده. كمان يمكن تحدثنا مع استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤول عن عضويات الفرع الجديد، قال انه يمكن الاقبال كان تاريخي على سحب الاستمارات. وكمان ايضا عايز اقول لك يا هوان انه سحب الاستمارات بيتم من جميع الفروع بشكل كبير، مش بس من عن طريق يعني فرع التجمع. اتكلم معانا على انه الاقبال تاريخي وانه الناس سعداء جدا بما تم تحقيقه على ارض الواقع. يمكن كمان خليني اقول لك انه اكثر من 80% من الانشاءات هناك في الفرع الجديد تمت بالفعل، في امور جديده جدا هنشوفوها ان شاء الله اعضاء هذا الفرع. وايضا طبعا كل مشاهدي قناه الاهلي اللي هيكونوا متابعينا ان شاء الله بكره في طبعا تغطيه خاصه لهذه المناسبه. بطمن كل جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤسسه عريقه واحنا اتعودنا ان احنا طول الوقت بنشوف انه النادي الاهلي هو القلعه الرياضيه الاكبر في مصر، بتقدم طبعا عمل مؤسسي كبير بعيدا كمان ايضا عن يعني طبعا الكره القدم والالعاب الاخرى. كلام جميل جدا، وهشوفك بكره ان شاء الله ونسعد كلنا بهذا الحفل الجميل. شكرا ليكي زميلتي العزيزه جدا والمتالقه نورهان تمام على هذه التغطيه، وهناكد اكيد مره ثانيه التغطيه غدا باذن الله على قناه النادي الاهلي هتكون لحظه بلحظه لحفل الافتتاح، هتكون في يعني لقاءات حصريه وتغطيه هنا من طبعا داخل القناه، وهيكون لينا مراسلينا كمان متواجدين هناك في الفرع. يعني هتكون زي ما بيتقال كده في صوره حيه بننقلها حضراتكم طبعا عشان تشوفوا كل الكواليس كمان اللي بتحدث في هذا الحفل الكبير اللي بينتظره حقيقي ملايين. كلام جميل جدا. هختم بقى مع حضراتكم بالخبر اللي جاي، هذه الفقره والفقره الاولى قبل يعني ما نستضيف او نستقبل ضيوفنا. خلينا نروح لخبر مهم جدا لان هذا الخبر يعني كان حديث الساعه. طبعا انت بتتكلم النهارده هو نهائي الدوري الاوروبي اللي هيجمع بين اشبيليا وبين روما. طيب الحقيقه خلينا نتكلم ان المنافسه هنا مش هتكون زي ما اطلق عليها البعض، مش هتكلم عن فريق اسباني وفريق اخر، لا انت بتتكلم عن الفريق الاسباني وخوسيه مورينيو تحديدا طبعا مدرب روما، لان مورينيو طوال مشواره لو اتكلمنا بلغه الارقام ما خسرش اي نهائي اوروبي. طبعا على الجانب الاخر فريق اسباني عندك لعب 6 نهائيات للدوري، او فريق اشبيليا يعني لعب 6 نهائيات للدوري الاوروبي وكسبهم. يعني انت بتتكلم النهارده ماتش نار، ماتش من نار زي ما بتقال بمعنى الكلمه، وهيكون كل طرف فيهم معرض ان هو يعني يخسر اول نهائي اوروبي في مشواره. اللي هيخسر هيكون ده اول مره بتحدث ليه، بس عامه انت في الاول وفي الاخر برضو هتشوف ماتش قوي وهتستمتع بيه. اتكلمنا بقى عن مورينيو، بس خلينا نتكلم عن مسيره مورينيو تحديدا لان هي مسيره استثنائيه. مفيش فريق قاده مورينيو محققش معاه لقب او 2 او 3، ولو استعرضنا لحضراتكم عدد كمان الالقاب اللي حسمها مع مختلف الفرق بلغه الارقام تاني هو 26 لقب. هتلاقي ان مشوار مورينيو التدريبي اصلا حافل مع الانديه الكبرى في اوروبا، وتوج كمان ب 26 لقب مع مختلف الانديه اللي تولى تدريبها. يعني من خلال مشواره التدريبي كله حصد 6 ألقاب مع بورتو البرتغالي، 8 ألقاب مع تشيلسي، 5 ألقاب مع انتر ميلان، وحقق 3 ألقاب مع ريال مدريد ومع المان يونايتد 3 ألقاب. وكل الالقاب دي يعني القاب متنوعه، انت مش بتتكلم في بطوله معينه، انت بتتكلم لو انا مش هبقى غلطانه يعني عندك دوري وعندك كاس ودوري ابطال واي مسابقه يعني معموله في اوروبا هو كسبها. فهنشوف ايه اللي هيحصل النهارده، لكن زي ما كنت بقول مباراه هتكون من نار. على كل حال الفقره الاولى كده انتهت، خلينا نروح فاصل ونرجع عشان نستقبل اول ضيف معانا في الفقره الثانيه. مرحبا بحضراتكم مره كمان، واسمحوا لي قبل ما ابدا يعني هذه الفقره لان لسه الخبر جاي لنا حالا ولازم يعني نعزي كابتن اسلام الشاطر في وفاه والده. ما عندناش اي معلومات يعني اكتر من ان هو توفي من يعني دقائق قليله جدا. البقاء لله كابتن اسلام، ربنا يصبركم ان شاء الله ويرحمه، بقاء لله. خلينا نتكلم ونبدا هذه الفقره بحديثنا زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه عن البطولات المختلفة والميداليات المختلفة اللي بيفوز بيها أبطال مصر في الألعاب الفردية، والتفوق الملحوظ كمان. وأكيد إحنا كمان بنتمنى الألعاب الجماعية تحظى بنفس القدر من التفوق اللي بتحققه الألعاب الفردية. على كل حال هنتكلم في كل هذه الملفات، وهنتكلم كمان في أبرز المشاركات المصرية في البطولات الدولية حاليا. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. أهلا بحضرتك أستاذ شادي، صباح الخير. صباح الخير.
اهلا بحضرتك. معلش هي بدايه الفقره بس طبعا احنا كل التعازي كلنا طبعا كل التعازي مره كمان لكابتن اسلام. ما فيش الم بيكون اشد من فقد احد الاباء يعني. طبعا طبعا يعني موقف بيبقى صعب جدا. نتمنى له ربنا يصبره ويصبر كل اهله يا رب. هبدأ مع حضرتك أستاذ شادي، وخلينا نكون متفقين في البداية إن الألعاب الفردية ما زالت هي المهيمنة في عدد البطولات والإنجازات اللي بتتم باسم مصر. في ناس بتفسر ده إن ده عليه علامة استفهام وإن ده ربما ضربة حظ، وفي ناس تانية بتفسر ده تقول لك لا بالعكس، لأن الاهتمام بيكون concentrated أو مركز أكتر مع اللاعب، وبيكون في اهتمام كسبونسرز وأكتر للألعاب الفردية أكتر من الجمعية. إيه يعني تفسيرك إيه بالظبط؟ تروح لأني وجهة نظر؟ لا، هما الاثنين ممكن يكونوا نفس، يعني الاثنين مكملين لبعض. اللي هو الالعاب الفرديه بعض الاتحادات بيبقى عندها نجوم وابطال خلاص وصلوا للمرحله العالميه، فبالتالي بيتم التركيز عليهم ودعمهم عن طريق برامج الاعداد والمشاركات في بطولات دوليه كتير عشان يحققوا الميداليات. والجزء الثاني متعلق بالرعايه او السبونسرز، طبعا ده جزء مهم جدا، وكنا اتكلمنا في حلقات قبل كده ان الاتحادات الفرديه بتحاول على قد ما تقدر تجيب رعاه للنجوم وبطلاتها والابطال بتوعها عشان ان شاء الله المشاركات القادمه واللي هيبقى اهمها العام القادم في باريس 2024. لكن كون ان النتائج بتحقق عن طريق الصدفه، لا ده مش صح تماما. زي ما انت في الاخبار كنت بتتكلمي عن الترتيب الجديد او التصنيف لابطال وبطلات تنس الطاوله، عمر عصر الدور ربع النهائي اولمبياد طوكيو، الدور ربع النهائي بطوله العالم، فبالتالي ده مش حاجه ضربه حظ، لا ده هي النقطه ان في اعداد وفي تجهيز. ممكن يكون عن طريق اللاعب نفسه وعن طريق الانديه اللي هو محترف فيها وعن طريق النادي الاهلي، وجزء ثاني عن طريق الاتحاد. ما بيلاقيش كامل الدعم، لان في تصريح سابق لعمر اللي هو كان مقدم بلان كامل لحد باريس 2024 لسه لم يتم النظر ليه او يتم الرد عليه، لكن واضح ان لا هو شغال على نفسه. بالتالي دينا مشرف وباقي الابطال البيالي كل الابطال بتوع مصر، فدي مش حاجه وليده الحظ ولا الصدفه. لو بنتكلم على اتحاد زي الخماسي الحديث، وبالمناسبه النهارده هيبقى في اليوم الاول في نهائي كاس العالم للخماسي الحديث، البطوله او المحطات المؤهله بقى رسميا لباريس 2024. اتحاد الخماسي الحديث عمره ما كانت نتائجه ولا الاداء للاعبيه ولاعباته عن طريق الصدفه، فبالتالي لا هي ميكس ما بين التخطيط و الجزء المادي مهم جدا، فبالتالي هو ده اللي بيطلع النتائج. الالعاب الجماعيه نفس الفكره برضو، لو بنتكلم على العاب الصالات برضو ان انت بتكون مجهز التيم وحاطط بلان ليه هو ده اللي بيخليك تعمل النتائج. يعني على سبيل المثال النادي الاهلي فريق كره اليد، النتائج اللي اتحققت في الموسم الحالي بنفس قائمه اللاعبين لكن مع استخدام خبير او مدرب عالمي عمل كبير جدا. بالظبط، فما فيش حاجه وليده الصدفه في الرياضه، الصدفه بس ممكن تلعب معاك في حاجه واحده بس اللي هي ربنا يكرمك تبعد عنك الاصابه او في القرعه بتاعتك. صحيح. لكن غير كده جوه الماتش يعني الدنيا لا بتبقى ما تتحسبش فعلا كده. بالظبط بالظبط. طيب خلينا نروح لبعض البطولات المقامه حاليا واحنا يعني بنتكلم. عندك بطوله الجونه الدوليه للسكواش اللي بتتعمل تقريبا بقى لها من 2013 تقريبا او 14 حاجه زي كده. انا بالمناسبه كنت بقدم اول نسخه وتاني نسخه ليها، فانا كنت مع البطوله دي وهي لسه بتبدا في مصر وطبعا اتطورت. يعني بس طبعا اتطورت بشكل كبير، لكن هي من البطولات المحببه جدا ومن البطولات اللي واخده دعم اعلامي كبير، ومن البطولات خلينا نقول على مدار السنوات دي بتتكلم تقريبا 10 سنين ناجحه جدا. فمين دلوقتي وصل لربع النهائي؟ ايه المعلومات اكتر اللي عندك عليها؟ هو بس انا حابب اشير ان بطوله الجونه وبطوله الاهرام دولت من علامتين بطولات اللوكيشن هنا وهنا اكتر. بالظبط كده، يعني مرتبط باللوكيشن اكتر، فبالتالي اللاعبين واللاعبات بييجوا عندهم يعني نفس مفتوحه بقى اللي هم يقدموا كل اللي عندهم. صحيح. بالامس كان في مباراه الدور ربع النهائي اسفرت عن وصول نوران جوهر المصنفه الثانيه على العالم للدور نصف النهائي وعلي فرج. اليوم هيبقى يتم استكمال باقي المباريات. زي ما احنا عارفين ان السكواش هيمنه مصريه كامله،
عن طريق علي فرج ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن اللي مبسوط جدا بعودتهم مره اخرى للبطولات والتتويجات والوصول للفاينل. وعلى صعيد السيدات هانيا الحمامي برضو وصلت للدور نصف النهائي بالامس. فبالتالي الاسكواش والبطوله دي خاصه ليها مذاق خاص عند كل اللاعبين المصريين. اتوقع ان شاء الله بس على صعيد الرجال علي فرج يكمل مسيرته الناجحه بعد العوده من الاصابه ويعني يعود بقى لصداره التصنيف على حساب البروفي دييجو الياس. فبالتالي مفيش خوف ان شاء الله ان فاينل البطوله او المركز الاول هيكون مصري خالص. تختلف بقى الاسماء، انا بحب كذا، انت بتحب حد تاني، يعني لكن في الاخر هيبقى مصري، مصري وهنستمر في صداره التصنيف إن شاء الله. لان الاسكواش مفيش غبار عليه على يعني فيما يخص اللاعبين واللاعبات المصريات. طيب امتى ممكن نشوف الاسكواش يعني داخل في الالعاب او المنافسات الاولمبيه؟ طبعا احنا لحد دلوقتي الموضوع ده غير وارد، ما تفهمش هل الدول قلقانه، هل الدول ان مش كل الدول عندها رانكينج في الاسكواش يعني جيد زي مصر فما بتختارش لعبه الاسكواش حتى، فحتى لا الدول المستضيفه يعني امتى؟ بصي في كلام او اقاويل ان ممكن ان شاء الله اولمبيكس 2036 مصر تستضيفها. هتبقى يعني هي دي الحاله الوحيده اللي حد يعني عشان احنا نكون صراحة. بنحاول طبعا ده ملف مهم هنتكلم في تفاصيله. بالظبط يعني وقت استضافه مصر للاولمبياد هي اللي بتبقى كل دوله مستضيفه من حقها تختار اربع العاب خارج البرنامج الاولمبي، فبالتالي هو ده هيبقى الكيس الوحيد. ليه ما تمش اضافه الاسكواش كلعبه اولمبيه؟ لان عدد الدول اللي تنافس او بتمارس الاسكواش ما بين 6-7 دول، فبالتالي يعني المنافسه جوه الاولمبيكس هيبقى العدد الدول قليل. الاهتمام الجماهيري او الجذب الجماهيري هيبقى اقل من بعض الالعاب. احنا طبعا يعني الاسكواش معروف يعني من اوائل الدول اللي يعني لعبت سكواش بريطانيا. ففي وقت لندن 2012 كنا توقعنا بنسبه كبيره ان الاسكواش ممكن يبقى من الالعاب الاولمبيه، لكن لم يتم اختياره ايضا للاسباب اللي انا قلتها. فبالتالي ان شاء الله بس لو مصر او اتعملت في اسيا بقى الجزء بتاع باكستان والحته دي، وده صعب طبعا الاولمبيات تتعمل هناك، فاتوقع ان شاء الله ان وقت استضافه مصر للاولمبيات هتكون الاسكواش من الالعاب الرئيسيه فيها. طيب هروح للخماسي الحديث، وكان معايا الخبر ده امبارح انا قلته تحديدا وهو عن احمد الجندي للاسف بطلنا الاولمبي يعني اللي حصل على الفضيه في طوكيو، وكنا عندنا امال كبيره جدا عليه في باريس 2024، لكن للاسف انا قلت لحضراتكم امبارح هو مش هيشارك للاصابه. فطبعا خبر احزننا، لكن في الاول وفي الاخر سلامه الابطال بتوعنا اكيد اهم بكتير. بتشوف بقى الدنيا ازاي هتمشي بعد لما بطلنا مش هيشارك؟ فرصنا ازاي؟ فرص مصر ازاي؟ طيب زي ما قلت لك في البدايه، النهارده اول يوم في نهائي كاس العالم، دي بتبقى السيريس بتاعت كؤوس العالم المؤهله للاولمبياد. بالظبط بتبقى اربع بطولات، والاتحاد الدولي بناء على نتيجه الاربع بطولات دولت بيتم اختيار اللاعبين اللي هتشارك في النهائيات. مصر بتشارك بست لاعبين، ثلاث لاعبات وثلاثه لاعبين. اصابه احمد الجندي طبعا مؤثره جدا، طبعا بطل عالمي، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده ان الاصابات ممكن تكون هي العامل اللي بيضيع منك ميداليه. خلع في الكتف قبل السفر لأنقرة تركيا. ان شاء الله احمد هيعود اقوى، لان هو كان حصل بعد الاولمبيكس اللي فاتت اصابه وعمل عمليه في كتفه، رجع اقوى من الاول وكان حصل على ذهبيه كاس عالم في القاهره. لكن انا ما عنديش خوف خالص ان قائمه لاعبين مصر بوجود محمد الجندي الشقيق الاصغر لاحمد، واللي حصل على فضيه بطوله العالم الاخيره في اسكندريه العام الماضي، ومهند شعبان اللي يعني البوستر الدعائي للبطوله كان بيتضمن صورته مع المصنف الاول عالميا، والاتحاد الدولي في تقرير ليه قال يعني المصنف العالمي الاول تشون من كوريا الجنوبيه، لكن الافضل في خلال الموسم الحالي هو مهند شعبان. فاتوقع ان شاء الله مهند يظهر بصوره كامله، وبعد انسحاب او اعتذار الجندي بسبب الاصابه وجود معتز وائل، البطوله دي اهميتها اللي هي فيها بطاقه مباشره، يعني اللي حصل على الميداليه الذهبيه بيضمن تواجده في باريس 2024 على صعيد الرجال والسيدات. نتمنى للثلاث لاعبات سواء سلمى ايمن او ملك اسماعيل او هايدي يسري التواجد ضمن او على البوديوم في ضمن الثلاثه الاوائل، واتمنى يعني مع انها فيها صعوبه على صعيد السيدات التتويج بالذهبيه، لكن دي لوجود تنافس قوي ولوجود الفرنسيه، يعني الفرنسيه بتضيع بعض الاوقات ساعات بتجيب نقط
كويسه جدا، والفروسيه مشكله اللي هي لو لا قدر الله حصل سقوط من على الحصان بيضيع كل النقط، فبالتالي بيطلع بره الترتيب. لو الفروسيه بناتنا عملوها بصوره كامله صحيحه، اتوقع ان شاء الله هيبقى في وجود واحده من اللاعبات على البوديوم ان شاء الله. ان شاء الله الخماسي من الالعاب المتوقعه لها بشده الحصول على ميداليه في باريس وتكرار انجاز طوكيو 2020. طب ايه مشكله برضو الخيل؟ يعني ليه تحديدا الخيل في الخماسي هو اللي ما بيكونش فيه البنات عندنا ليفل عالي؟ يعني ليه هو ليه سواء السيدات او مشكله في الخيل نفسه ولا مشكله؟ المشكله اللي انت الفرس اللي انت متعوده، انت ما بتاخديش الحصان بتاعك معاك البطوله، ده هي بتبقى هناك وبيتعمل زي درو كده على الحصنه قبل الدور، قبل النهائي والنهائي. اللي بيحصل اللي انت بيبقى ليكي تايم معين بتتعودي على الحصان، فبيبقى الى حد ما الموضوع لاكي شويه، الحصان اللي معاكي ده هادي يعني نيرفس ولا هايبر ولا كده، فهي بس دي بس ده بينطبق على الكل مش بينطبق على الكل عليهم على الكل. طبعا ما في ابطال على فكره، في بطلات عالم بيخسروا كتير من البطولات بسبب الحصان، فبالتالي انا بقول يعني هو لو عديناها بيبقى فرصنا في الفوز بتزيد اكتر، فهي دي النقطه. وحابب بس اشير لنقطه، ان خلاص الفرنسيه اخر عهدها بالخماسي الحديث هيبقى 2024، من بعديها خلاص تم هيلغوها، هيلغوا الفروسيه، وفي لعبه جديده هيتم اضافتها يعني ما بين القفز الموانع ويعني حاجه زي شبيهه كده للتلي ماتش شويه، ده للمشاكل اللي بتنتج عن الفروسيه تحديدا. يعني تحديدا لان الفروسيه في مشاكلها كتير بسبب انتقالات الاحصنه، وفي دول بتبقى فيها معاناه من الموضوع ده، فهي دي من الاسباب. خلاص يعني ان شاء الله سنه كده وربنا يكرم، هنضمن بقى ميداليات على طول. يعني أنا أتمنى طبعا كل التوفيق لأبطالنا في الألعاب المختلفة إن شاء الله اللي بيشاركوا في الأولمبياد وفي البارالمبياد، وده اللي عايزة أروح ليه بقى الملف ده، والبارالمبيكس وأبطالنا البارالمبيين الأكثر من رائعين حقيقة، كل واحد فيهم قصة وكواليس فيها تحدي وفيها صعاب وفيها ثقة في النفس وفيها حاجات كتيرة جدا، وفيها دعم دلوقتي من الدولة وفيها دعم مجتمعي وثقة فيهم. يعني منظومة بقت ناجحة الحمد لله بشكل كبير جدا، وبتحقق عدد ميداليات أكتر من الأولمبياد، يعني قصص نجاح فعلا طبعا. خلينا نطمن عن أبطالنا البارالمبيكس أو البارالمبيين، وإن شاء الله إيه المضمون من الألعاب اللي ممكن نقول لا إحنا ضامنين هنا وهنا وهنا ميداليات؟ طيب احنا كنا دايما اللجنه البارالمبيه حاليا في الوقت الحالي برئاسه الاستاذ حسام الدين مصطفى عامله شغل رائع على جميع المستويات، سواء على جزء الدعم الابطال او على جزء الميديا ومعرفه باقي الشعب الغير مهتم بالرياضه بابطالنا البارالمبيين زاد جدا. بداية من رسالة السيد الرئيس للشغل اللي شغالين دلوقتي فيه في اللجنة البارالمبية، ابتدت الجمهور العادي يتعرف على الأبطال. إيه الألعاب اللي كانت أشهر ألعاب بتجيب ميداليات في البارالمبيكس؟ هي رفع الأثقال. طبعا لسه مخلصين بطولة أفريقيا من حوالي أسبوعين، 30 ميدالية متنوعة، أسماء معروفة مع حفظ الألقاب طبعا، شريف عثمان، فاطمة عمر، رحاب رضوان، محمد إناوي، فبالتالي أبطال كتير. اللي داخل جديد ألعاب القوة، يعني ألعاب القوة كان في الجائزة الكبرى في إيطاليا 11 ميدالية متنوعة. إحنا يعني بحكم برضه خبرتك في الرياضه ما بتسمعيش عن الالعاب القوى البارالمبيه، يعني ما كناش بحقق ميداليات، فدي من ضمن الحاجات اللي داخله جديد في طبعا. في بقى باقي الالعاب، في ريشه الطايره البارالمبيه برضه كانوا محققين بطوله افريقيا من فتره. الميداليه في البارالمبيكس ليها معنى وليها رونق وليها احساس مختلف طبعا لكل الناس، قصص نجاح عندك حمدت والاولمبيات اللي فاتت ممكن طبعاً نتكلم طبعاً عنه شويه، لان انا من الناس اللي ابهرني ما شاء الله لو حضراتكم فاكرين حماته طبعا لعب بينج بونج او تنس الطاوله من دون ذراع، بيلعب ببقه وبيحط المضرب في بقه وبيلعب، ومش بيلعب عادي هو بيلعب وبيلعب حلو قوي ما شاء الله عليه. يعني ممكن نتكلم عليه شويه لان البطل ده بطل بجد زي ما اتقال، شخص استثنائي هو كده فعلا ما شاء الله عليه. يعني انا من معجبينه حقيقي يعني والله ما شاء الله. تنس طاوله ده يعني تنس طاوله ده مجالي، فيعني ابراهيم بقى قصه كفاح عظيمه، قصه الهام لكل الرياضيين وللاعبي ولاعبات تنس طاوله خاصه. سهل جدا سهل جدا اللي انا استسلم للواقع، يعني اللي انا عندي ده الواحد لما بيجي له جزع في ايده ممكن يقعد 3 4 ايام عايز يريح حاجه صغيره كده تزعلنا يعني نقول خلاص الدنيا وحشه بالظبط بالظبط.
لكن ابراهيم ما استسلمش للواقع، حب الرياضه، حب تنس طاوله، ابتدى يتفوق على نفسه وابتدى يشوف طب انا اقدر اعمل استفيد من الموضوع ده ازاي. الشغف والحب قصه الهام زي ما قلت لك لكل العالم، يعني الاولمبيكس البارالمبيكس بتاعت 2020 في طوكيو الناس كلها كانت ملهاش حديث غير عن ابراهيم حمادته. مشاركاته دايما والبطولات اللي بيشارك فيها اهو طبعا يعني طبعا يعني عندنا على الشاشه الكبيره طبعا يعني في تحيه وشرف لاي حد يتعرف على البطل ده. الحديث معاه ممتع جدا. احنا في اولمبياد طوكيو انا وكريم جبناه على التليفون وهم موجودين هناك مع البعثه واتكلمنا معاه وقد ايه كان عنده باشن واتكلم اللي هو انا ان شاء الله مش هرجع غير لما احقق ميداليه، وقد ايه هو مبسوط وقد ايه الناس هناك كمان كانوا بيشجعوا، يعني ردود الافعال كمان من الصحافه والمتابعين الاجانب من مختلف انحاء العالم كانوا بيتابعوه في المباريات بتاعته تحديدا. طبعاً هو عمل حاله حلوه جدا، ويمكن هو دلوقتي في بطوله كمان في الاردن حسب ما انا عارفه. بصي هقول لك على حاجه، لو انت واقفه او قاعده في الصاله اللي بتستضيف اولمبياد تنس طاوله ولقيتي ابراهيم داخل الملعب، سوري يعني ربنا يعافيه، يعني انت اول سؤال هو هيلعب ازاي؟ صح سبحان الله. فتخيلي بقى بيلعب كده، فبيدي انطباع لكل الناس ان هو لا الموضوع يعني عايز اعمل حاجه هوصل لها. بعد الاولمبيكس يعني ربنا ما وفقوش في طوكيو، بس كان عامل حاله وكل العالم كان بيتكلم عليه. لو كلمتيه دلوقتي هيقول لك ان شاء الله انا في باريس 2024 هعمل كل اللي عليا عشان ارجع بميداليه. هو مش هيقدر لما يجيب ميداليه. فبقى 2024 2028 انا معاكم ان شاء الله يا رب. فرب كل التوفيق ليكم. عايز اقول لك يعني اسطوره واحد من اساطير تنس طاوله المصريه سيد لاشين صديق شخصي ليه، والاثنين تحس ان هم بيشدوا بعض، يعني ده بيتعلم من ده وده بيتعلم من ده. تعرف حاجه استاذ شادي، انا نفسي المثال اللي قدامنا دلوقتي حماده وغيره طبعا من ابطالنا دول اللي بعد كده يتعمل الاعلانات بتاعت الشركات بيهم طبعا. يعني دي الناس اللي عايزه دعم، ودي الناس النماذج اللي فعلا عايزين العالم وعايزين المجتمع بتاعنا والشباب الصغير والاطفال يشوفوهم في الاعلانات. يعني كده كده انت هتعمل حضرتك كشركه ككيان الاعلان بتاعك، بس تستخدم الابطال دول في امس الحاجه للدعم المادي، وفي نفس الوقت في امس الحاجه ان المجتمع كله يبقى يعني عارف هم مين. ونتمنى دي قصص نجاح طبعا. يعني حضراتكم طبعا مش عارفين الكواليس اللي بيمروا بيها، التحديات اللي بيمروا بيها، شخصيات احنا لازم تكون ملهمه عندنا للاجيال الصغيره. والكويس اللي هي نماذج مجانيه حيه، يعني انت مش هتتكلم على افتراضات، يعني مش هتقول له لو عملت هتبقى كذا. اتمنى يعني طبعا انا بضم صوتي لصوتك ان فعلا الرعاه يعملوا اعلانات ليه، ما يبقاش قبل الاولمبيكس بس. لا يعني انا مش قبل في كل رمضان بقى مع الاعلانات. ومع احترامي طبعا للاعلاميين وزملائي والفنانين برضو منهم اصحابي كتير، احنا عايزين نشوف الابطال الرياضيين في الاعلانات دي. ما ينفعش تعمل لهم مسلسل ابطال رياضيين بجد، يعني عايزين نشوف ابطال رياضيين بس. يعني اتمنى النموذج ده ما يتعملش عليه مسلسل كامل. والله يتعمل 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 جدا. احنا نفسنا في اعمال دراميه او اعمال سينمائيه ليه علاقه بقصص نجاح لابطالنا طبعا. هاتوا نموذج ناجح ولو حتى نموذج يعني وهمي، بس بيحكي عن قصص كذا قصه لكذا بطل. المسلسل اللي اتعمل لفريال وهدايا وسمر زاد جدا من معرفه الناس بيهم. بالزبط. يعني بس ده عمل، احنا عايزين اعمال بقى. طبعا عايزين اعمال بقى طبعاً. يعني نفسي يتم التركيز اكتر زي ما بتقولي لي ده صوتك وتكلم ده صوتك بقى في المنطقه دي. يعني بقول ده على طول صدقني، يعني بالزبط. الواحد لازم يكون كلامه باللي هو مؤمن بيه كمان لصالح المجتمع. يعني كلام محترم، وده هياخدنا بقى لاولمبياد تحديدا 2024، وده حديث الساعة برضو. احنا كل ما بيكون معانا بطل او حد من الاتحاد من رؤساء الاتحادات المختلفة بنسأله استعدادات حضرتك ايه عشان اولمبياد باريس، ايه المشاكل، ايه النواقص، ايه الازمات، ايه الايجابيات، التواصل مع الوزارة، يعني كل حاجة عايزين نطمن. خلاص الوقت بيجري، احنا كنا لسه خارجين من طوكيو، يعني ازاي كده. طيب طبعا الفترة اللي فاتت كان على الساحة موضوع مهم جدا متعلق بعدم عودة أحد لاعبي المصارعة لمصر بعد المشاركة في البطولة العربية. الموضوع دلوقتي عايزين في مشكلة، فإحنا ما نتكلمش على حاجات جانبية، إحنا نتكلم على أسباب المشكلة. رؤساء الاتحادات واللاعبين والإداريين وكل المنظومة في أي رياضة بالنسبة لها الحصول على ميدالية أولمبية لبطل في الاتحاد ده بيعلي من يعني طبعا صح كده؟ في الأول وفي الآخر ده مصلحة.
بالظبط بتسمع بتعمل عشان كده استاذ شادي لما حصلت ازمه بغدوده انا من الناس اللي كنت طلعت اتكلمت قلت انا اشك لان الواقع والمنطق ما يقولش ان ده حقيقي، اشك ان يكون في مسؤول في اتحاد ما مش عايز الابطال بتوعه يبقوا ناجحين ويحصلوا على ميداليات وان هو يبقى بيئه خصبه ليهم. فكرة ان يبقى في حاجة طاردة كده بهذا الشكل الابطال مصريين، وهو على فكرة يعني بغدودة حصل على ميدالية فضية مش بطل فاشل يعني او شخص فاشل رياضي فاشل، لا فهو نموذج ناجح. فكرة ان هو يعمل كده عايزين نعالج ده. أيوة عايزين نعالج ده لان احنا يعني مش فاهمين. هسألك سؤال، زمان كنا بنتكلم على اللاعبين اللي بيتموا سفرهم وعدم عودتهم لمصر واللعب بجنسيات تانية ان السبب مادي بحت، صح كده؟ والجزء الثاني التعامل والاسلوب. ويمكن التعامل والاسلوب اكتر وده اللي كان بيعاني منه بعض الرياضيين اكتر. وكمان كان في الاتحادات اللي هي الالعاب اللي هي فيها صعوبات ماديه زي رفع الاثقال والمصارعه تحديدا. ممكن. ابتدى ناس تمشي في سكواش وفرسيه. صح. الموضوع مش مادي بحت. الموضوع تعامل. صح. انا بتفق معاك. صح كده؟ كويس قوي الحمد لله. اول مره نتفق. لا لا اتفقنا كتير بس هو فعلا هي دي النقطه اللي انت انا ممكن ما تدينيش الفلوس اللي انا شايف اللي هي مناسبه ليا بس على الاقل بتعاملني باسلوب كويس. صح. على الاقل ما بتقلش يعني ما بتقللش من قيمتي. الدعم المعنوي ده شيء يعني اساسي مهم جدا اساسي لينا كلنا في كل مجالات في حياتنا. بالظبط. في البيت صدقيني يعني. السن الصغير لو قلت له شابوه وجدع والمره الجايه هتعمل اكتر من اللي انت عملته حتى لو واخد ذهب صدقيني هتلاقي الموضوع مختلف تماما. صدقني انت لو واحد عنده 60 سنه مش صح وقلت له شكرا وقلت له انت عامل لي وعامل لي هتلاقي فيه انت لازم تابريشيت يعني ابريشيشن. بالظبط لان دي حاجه مهمه كل الناس بتستمتع بيها. صح. فانت دلوقتي الجزء ده مهم جدا ودايما دايما ما نبررش، احنا ندور على الاخطاء ونعالجها لان والله. انت عندك دفوهات طالما حصل مشكله يبقى انت عندك اسباب ليها. صح. فاحنا نشوف الاسباب، الاسباب دلوقتي متعلقه بالتعامل النفسي، كل الاتحادات الرياضيه الناجحه هتلاقي مع المنتخبات الوطنيه بتاعتها دكتور نفسي بيعرف يجهز اللعيبه، كل الاتحادات الناجحه. هو ده الطبيعي طبعا في العالم كله طبعا. بالظبط بالظبط. النادي الاهلي الفريق الاول لكره القدم. أيوة. لما حب يشوف لعيبته عندها مشاكل في ايه جاب دكتور احمد ابو الوقت. التحسن ازاي موجود جداً حقيقه جداً, جدا جدا لان في الاول في الاخر انا كمدرب هتعامل بالطريقه الطبيعيه مش العلميه، فبالتالي كل اتحاد لازم يحاول على قد ما يقدر يريح اللعيبه بتاعته نفسيا لان الاعداد النفسي مهم جدا. الجزء الثاني هيتعلق ببرامج الاعداد، احنا دلوقتي خلاص الصيف ده هيبقى فيه فتره او بطولات مؤهله لباريس، يعني لو اتكلمنا على اول شهر 9 هنعرف بالظبط اسماء كتير جدا من ابطال مصر اتاهلوا لباريس. انت خطتك ايه؟ ما الخطه مش وقت لما بتحصل النتيجه، انت الخطه المفروض خطه الاعداد بتاعتك شهور طبعا من نهايه الاولمبياد اللي فاتت. بالظبط بالظبط بالظبط. مش هتلاقي اتحاد وليد صدفه، يعني مش اتحاد تلاقي اتحاد بيعمل نتيجه او ميداليه في الاولمبياد وليد صدفه. والله اوقات بتحصل بتلاقي كده ميداليات حصلنا عليها واسماء لابطال. ممكن احمد الجندي يعني بالنسبه للجمهور العام في طوكيو ما كانش حد يتوقع، لكن الناس اللي انفولفت في الموضوع او المتابعه للرياضات الاخرى كانوا متوقعين للجندي يعمل حاجه. فبالتالي لو جت صدفه تمام بس ما يبقاش ده الاساس، يعني هي لو جات لك ميداليه صدفه فده تمام كرم من عند ربنا. آه. لكن مش الاساس بقى انا كل ما اروح اقعد ادعي، يعني لازم نشتغل ولازم ان وزاره الشباب والرياضه يبقى الموضوع اتقل من كده والضغط مش ضغط المتابعه اكتر من كده. مش دورك اللي انا ادي التمويل للاتحاد او الدعم وخلاص، لازم اشوف بيتصرف ازاي. لان لازم اشوف كل اتحاد بيصرف على لعيبته ولا لا، المرتبات سوري الهزيله اللي اللعيبه بتاخدها خاصه ان كل لاعب بيحتاج يعني مبالغ وهميه فيما يخص الاعداد الغذائي او البرامج الغذائيه ليهم. فانت كل الكلام ده وبرضه مش اللي انا اجيبهم في المركز الاولمبي في المعادي وهم قاعدين وفول بورد وول انكلوسيف واقول لا هم كده تمام. لا 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 لا, 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 لا يعني في سبلمنتس وفي حاجات تانية كتير جدا المفروض ان الوزاره واللجنه الاولمبيه يبقى دورها اقوى من كده فيها ان شاء الله. هو الاستعمال او التطوير اللي حاصل في كل المجالات محتاجين نطبقه، بس يعني التطوير في الفكر والتطبيق في الاليات حلوه دي قوي، يعني مش موجوده حلوة بصراحه حلوه دي قوي، يعني الكلمه دي بجد احييكي عليها التطوير.
كل حاجه اتطورت، استحاله نفضل واقفين زي ما احنا في بعض الحاجات لسه ماشيين يعني بالنظام القديم، فلا كل حاجه اتطورت يعني في كل حاجه. صحيح. وبرده ارجع واقول لك تاني، كل الاتحادات الناجحه هتلاقيها ابديتد، بل بالعكس، بل بالعكس الابديتس اللي بتحصل هتلاقيها من ناس من جوه الاتحاد بتاعنا. يعني مثلا رئيس لجنه اللاعبين في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كابتن ياسر حفني، المستشار الفني للاتحاد للمنتخبات الوطنيه. يعني ده رئيس لجنه اللاعبين، ده بقى اللي بيقول اللعبه بعد كده رايحه لفين. ففي نماذج كتير جدا نقدر نعتمد عليها ونواكب الابديتس اللي بتحصل عشان هي دي اللي بتؤدي للنتائج. فانا طبعا بحييكي على الكلمه دي، و اتمنى ان كل الاتحادات تشتغل بنفس الكونسبت. يعني بالظبط انا اتمنى ذلك، ويكون في كل مكان الاشخاص اللي هي على درايه ودراسه بالفيلد اللي هم بيشتغلوا فيه. لان دي انا حابب اضيف حاجه على الذكر، يعني حاليا بتقام بطوله العالم للتايكوندو في مدينه باكو في اذربيجان. تمام. نماذج مصريه رائعه سواء على المستوى التنظيمي، رئيس لجنه المسابقات محمد شعبان مصري، الحكام اللي بيحكموا النهائي محمد عادل ومي السيد مصريين، الابطال الرياضيين بقياده الاولمبي سيف عيسى اللي ان شاء الله بيلعب النهارده، واتمنى ان شاء الله اللي هو يحقق ميداليه، لان دي برده من ضمن البطولات المؤهله بقى للاولمبيكس يعني بنقاط، يعني الذهبيه ب 140 نقطه، الميداليه الفضيه 80، البرونزيه 50، لحد المركز 65 بياخد نقط، فبالتالي دي من ضمن المحطات المؤهله لباريس للعبه التايكوندو. فاتمنى ليهم التوفيق، وكل النماذج المصرية الموجودة في على الساحات العالمية نتمنى لهم التوفيق دايما وزيادتها إن شاء الله. حلو جدا، ولازم هنحضر بقى. أنا ناوية إن شاء الله أروح يعني باريس مع الأولمبياد، هتبقى أول مرة في حياتي أحضر، وكمان هي معمولة في باريس وأنا بحب باريس. بنعمل كل الحلقات أهو مع بعض، يعني لازم نعمل حلقة هناك بقى. ده والله تبقى حلوة جدا لو عملنا تغطية طبعا هناك. يعني أتمنى. بص الأولمبيكس حاجة تانية خالص خالص خالص، عكس البطولات العالم للعبة. يعني مثلا طبعا كاس عالم لكره القدم دي حاجه كده جانبيه، لما تحضري بتقولي انا حضرت بطولات عالم وكؤوس عالم اتلعبت هنا في مصر، حاجه وهميه. تخيلي الاولمبيكس حاجه تانية خالص طبعاً. يعني وان شاء الله ان شاء الله لو ربنا كرم وانت هناك هتشوفي عدد ميداليات حلو قوي. انا حاسه كده والله، ممكن وشي حلو دايما على الاهلي والله. ما في مباراه حضرتها غير ما الاهلي فاز بثلاثه. طب يوم الاحد بقى، يوم الاحد اشوفك في الاستاد. والله انا ما بفكر، انا ان شاء الله رايحه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله خير. استاذ شادي والله نورتني، فقره جميله كالعاده. ميرسي جدا، واكيد هيبقى لينا لقاء تاني، ان هذا الملف من الملفات المهمه اللي هنقعد نتكلم فيها ونغطيها، ونشوف الاتحادات اتطورت في ايه وحققت ايه لغايه ان شاء الله الاولمبياد بتاعت 2024 ان شاء الله. واتمنى بس يكون كل الجمهور استمتع بالفقره، وان شاء الله في المره الجايه كتير بقى نتكلم. ان شاء الله خير. ان شاء الله. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم عشان الفقرة الأخيرة، خليكم معانا. خلاص احنا زي ما احنا كلنا عارفين كده في العد التنازلي لمباراة الأهلي والوداد، عندنا كلام كتير جدا، وكلام كتير كمان عن محترفينا وعن نهائي الدوري الأوروبي، وهنتكلم في كل الملفات دي وأكتر كمان. بس خلينا نرحب في البداية مع الأستاذ محمد عصام الناقد الرياضي. بونجور. مساء ازاي؟ صباح الفل. والله مساء مش فارقه بقى، انا بقالي كتير قوي صاحيه. ازاي حضرتك؟ كله كويس؟ الحمد لله بخير. قبل ما اتكلم معاك في الاهلي والوداد، بس عشان عندي معلومه وانا عارفاها، يعني حضرتك متزوج من واحده مغربيه، صح؟ زوجة حضرتك مغربيه. عشان كده دايما النهايات بتبقى ما بين مصر والمغرب. انتوا بتعملوا ايه يعني؟ والله انا بجد حاسسها مقصوده والله. مباراه قويه وما فيهاش يعني، هتفرجوا في بيت واحد مبدئيا في نفس. اكيد احنا قررنا، هي كانت ما دام عندي عايزه تروح الاستاد طبعا، انا يعني قلت لها بلاش، يعني هو مش عشان حاجه، انا قلت لها بلاش خلينا نقعد كالعاده نتفرج فيه مع بعض. تمام. يعني ايه عايز تروح الاستاد؟ هتقعد بقى في الجانب مع جماهير بتاع المغرب. ما انا هضطر اروح اقعد في جماهير المغرب، وانا ما ينفعش، انا اهلاوي اصلا. كانت تبقى صعبه. هتبقى صعبه العمليه. فغالبا يعني قلت لها لا خلينا نقعد نتفرج يعني في البيت، خاصه ان انا عندي العيال اهلاويه الاثنين، عندي طالعين ايه ويوسف طالعين اهلاويه قوي. تمام. فالوضع شويه مختلف، بس ماتش الاهلي يعني الاهلي والوداد ليه طبيعه خاصه. احنا بنقدر تقدري تقولي حضرتك بتخليه كرنفال شويه.
هو كرنفال كوميدي شويتين ثلاثه يعني، لان بلاقي طبعا الناس على الفيسبوك ربنا يعينك انت هتبات على السلم حاجات من الافيهات الجميله اللي بسمعها. ايوه يعني تمام. بس طبعا يعني الاهلي لما بيكسب باي فريق مغربي مثلا بتلاقي المدام عندي تقول لي انا ماليش في الكوره، فبتوقتها بتقول بقى انا ماليش خلاص في الكوره، وتروح داخله الاوضه وقافله تقول لي ماليش في الكوره. لا ممكن لو حصل لا قدر الله العكس يعني بيبقى الوضع مختلف، بلاقي احتفالات وبلاقي حاجات فبطل اسكت انا بقى. ايوه مباراه مهمه جدا ان شاء الله يوم الاحد، وهنقول شوط اول وذهابا طبعا وعلى ارضك وسط جمهورك، اكيد ده كريدت ليك كنادي اهلي، بس ستيل الموضوع مش سهل، ستيل هيبقى فيه استقتال في المباراه، ومتوقعين باذن الله احنا كاهلاويه ان شاء الله فوز النادي الاهلي، نادي الاهلي على اعلى مستوى، رغم ان انا هاخد من مباراه سيراميكا وحابني عليها. مباراه سيراميكا وفقا لتصريحات كولر ليست الافضل فنيا للعيبه عندنا، لكن احنا حصلنا على 3 نقاط، لكن ده ما يديكش للطمانينه ان انت خارج من الدوري داخل على افريقيا مرتاح. انت مرتاح كسكور بس مش مرتاح كاداء، فخلينا نبدا من النقطه دي. اولا طبعا كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، كلنا عندنا ثقه في النادي الاهلي ان هو يكسب البطوله ان شاء الله. المباراه اكيد صعبه طبعا، فريق الوداد خارج بروح معنويه عاليه جدا طبعا بعد اطاحته بالمرشح احد المرشحين للبطوله فريق سان داونز، لكن والوداد حتى في النتائج المباراه الاخيره كان لسه امبارح كان بيلعب كسبان نهضه بركان كسبان 2-0، ففي روح معنويه عاليه في فريق الوداد، لكن ده برضو ما يمنعش ان النادي الاهلي نادي كبير، نادي الاهلي نادي المباريات اللحظه الاخيره، يعني المباريات النهائيه دايما الاهلي بنسبه كبيره بيقدر ان شاء الله يحسمها بخبره النادي الاهلي. بالظبط. اكيد مباراه سيراميكا الاخيره مش مقياس بالرغم ان الاهلي حقق فيها نتيجه كسب فيها، لكن كولر نفسه يعني بيعجبني كولر في تصريحاته ان هو راجل عقلاني واضح، قال لك انا مش عاجبني الاداء، لو هنلعب بالاداء ده قدام الوداد اكيد مش هنحقق النتيجه المطلوبه اللي احنا عايزينها. النادي الاهلي لازم يحقق ان شاء الله نتيجه طيبه وبسكور زي ما حصل في ماتش الرجاء، كسبنا 3 ورحنا هناك قفلنا شويه ولعبنا على الهجمه المرتده والحمد لله صعدنا. كولر عايز يحقق نفس الموضوع في قدام ماتش الوداد. ماتش الوداد احنا لازم الاهلي يستغل الغيابات اللي موجوده في ماتش الوداد، في 4 من العناصر الاساسيه في الوداد منهم السنغالي سامبو، هو غالبا ده اول واحد، ده اخطر واحد هيغيب لحد دلوقتي، وهو طبعا نسبه المشاركه بتاعته كان الجهاز الطبي قال لك في احتماليه ضعيفه، لكن بالنسبه الكبيره ان اللعيب عنده اصابه، غير بقى بعد يحيى جبران مش هيكون موجود للايقاف، في عبد الله برضه مش هيكون موجود، 4 من العناصر. ويحيى جبران لسه الايقاف بتاعه؟ لسه الايقاف بتاعه. أوكي. فاربعه موجودين من العناصر الاساسيه اللي بيلعبوا في خط الدفاع وخط الوسط والهجوم مش هيكونوا موجودين في لقاء. دي نقطه كويسه. فدي الى حد ما حاجه كويسه للنادي الاهلي، لكن ما نقدرش برضه ان احنا نعول عليها. طبعا. احنا لازم ننزل المباراه بجديه، وخاصة ان احنا دلوقتي هيكون في دعم جماهيري كبير زي ما حصل في لقاء الهلال وفي احد في اللقاءات السابقة في افريقيا، هيكون في دعم جماهيري كبير من المدرجات، وده احنا لازم نستغله طبعا. لان هناك هيبقى الوضع برضو معاكس، يعني هنلاقي برضو جمهور المغرب جمهور عاشق للكورة، جمهور بيحب فرقته، هتلاقي برضو نفس القصة اللي هيحصل هنا هيحصل هناك، فلازم نكون على استعداد. تتفق معايا في حاجة برضو استاذ محمد؟ اتفضل. أنا من الناس اللي بشوف الأهلي على أرض الغير رائع جدا. أكيد طبعا. يعني وده مش مفهوم ليه؟ يعني أنا وسط جماهيري على أرضي المفروض أكون ولا أروع، أكون الأفضل، لكن أنا بشوف الأهلي على أرض المنافس لا في رهبة جماهير تانية ولا ما ليه علاقة بأرض تانية ولا ليه دعوة. لأن هي دي شخصية البطل. بالظبط. معروفة شخصية البطل، موجود بيفرض نفسه في أي حتة بره. النادي الأهلي عنده الخبرة اللي يخليه ان هو يلعب بره ارضه زي ما بيلعب جوه ارضه، عشان كده الاهلي مميز واكتر الفرق في افريقيا وفي الدول العربيه تحقيقا للبطولات، ما هو ده مش هيجي عن فراغ، هيجي ان في شخصيه قويه، زي ما انت مثلا جايبه نجم كبير جدا 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 بتلعبيه هنا، هيلعب هيظهر بمستوى كويس، هتلاقي لمسات، هتلاقي حاجات كتيره، ودي شخصيه البطل، وده اللي بيتميز بيه النادي الاهلي. كويس جدا. السيناريو المتوقع ليك، هل انا كاهلي
كل همي هيكون ان احافظ على شباكي نظيفه، ولا هيكون كل همي ان انا احرز الهدف او الاهداف اللي تخليني مرتاح خلاص وتحسمني الموضوع ذهابا؟ هو هي بتبقى 50-50. يعني النادي الاهلي لازم يلعب يامن خط الدفاع كويس جدا، في نفس الوقت لازم يحرز اهداف. يحصل يعني احنا نتمنى ان يحصل سيناريو ماتش الرجاء الاخير، واتمنى ان احنا نحقق سكور اكبر لان ده هيريحنا في مباراه العوده. فلازم كولر هيبدا بالتشكيله، لازم يامن خط الدفاع، لان احنا كلنا شفنا في ماتش الوداد الاخير قدام سان داونز كانوا بيلعبوا لعب تكتيكي، كان هم بيلعبوا كخط دفاع منظمين وفي نفس الوقت عندهم القدره في نقل الهجمه بصوره بسرعه بيخلوهم ان هم يقدروا اكتر يعني يقدروا يسجلوا الاهداف. فنتمنى كولر الاهلي في الفتره الاخيره في خط الدفاع في تميز في خط الدفاع النادي الاهلي، نتمنى استمراره خاصه ان احنا عندنا عناصر كبيره جدا جدا موجوده داخل النادي الاهلي. بتفسر بايه استاذ محمد الخبره اللي بقت عند كولر، ومش بنتكلم في وقت كبير، في خبرته الافريقيه اداره الماتشات الافريقيه شمالا او جنوبا، بتشوف ده ازاي؟ بص حضرتك موضوع كولر انا كنت لسه كنت بتناقش مع حد قبل الهوا، فبقول له هو احنا خلينا لو هنتكلم على الاجهزه الفنيه للنادي الاهلي، مانويل جوزيه كان يعني كان مدير فني متكامل تمام، يعني كان شخصيه مع اللعيبه، كان يعني تكتيك في الملعب ممتاز، بيعرف يدرب اللعيبه كويس. انا شايف ده في كولر، يعني كولر بس الفرق ان هو متصاحب مع اللعيبه، في حاله حب جميله مع اللعيبه، عارف يحتوي اللعيبه كلها. رقم اتنين، عامل عمليه تدوير للعيبه اللي موجوده كلهم، صح، روتيشن اللي بيعمله ده ناجح جدا، حاجه جميله جدا جدا. يعني اللعيب عارف ان هو لو قصر شويه عارف ان ممكن ما يكونش موجود الماتش الجاي وفي البديل اللي هيكون كويس وممكن يكون افضل منه. فدي توليفه جميله عملها كولر، غير ان كولر عنده قدره في قرايه المباراه يعني اثناء اللعب بصوره جميله جدا جدا، فكرني بايام مانويل جوزيه. لكن يعني اكيد طبعا يعني كولر ان شاء الله بنتمنى منه المزيد، نتمنى ان يحقق، انا شايف ان هو حقق انجاز يعني ان شاء الله يعني هيوصل لانجاز مستر مانويل جوزيه. طبعا مستر مانويل جوزيه طبعا مع سوء الجماهير يعني الاهلاويه حاجه كده سبيشال طبعا، يعني هو اهلاوي اصلا يعني خلاص تحس ان هو اتربى في النادي الاهلي وخلاص. فانا حاسس ان كولر ماشي بنفس القصه دي، كان كولر يعني انا كنت متوسم في كان فايلر كان نفس القصه دي، يعني فايلر برضو كان عنده حته قرايه الملعب، كان مدرب ممتاز جدا جدا، كان ما بيعرفش يجامل، وده اللي كولر دلوقتي بيعمله. حلو جدا، هنروح فاصل، خليك يعني لسه عندنا كلام كتير ان شاء الله وملفات مختلفه، خليكم معانا كمان لسه هنتكلم في ملفات خاصه بالنادي الاهلي، وعايزين كمان نتطرق استاذ محمد عالميا لان في برضو بعض الامور، وعندنا نهائي الدوري الاوروبي، عندنا لسه كلام كتير جدا بس بعد الفاصل. طيب حديثنا لسه مستمر، وده كان اخر فاصل خلاص في الحلقه النهارده وفي الاسبوع ده خلاص يعني زي ما حضراتكم عارفين، ولسه معانا الاستاذ محمد عصام الناقد الرياضي. خلينا نروح سريعا برضو للملفات العالميه، لان في حاجات كده حصلت مؤخرا في الدوريات المختلفه ناس ما كانتش ابدا متوقعها، منها مثلا نهايه الدوري الالماني بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، المباراه النهارده اللي هتكون بين روما واشبيليا، وقلنا ان هو تقريبا هتبقى اشبيليا وخوسيه مورينيو يعني. وهنا ما خسرش قبل كده وهنا ما خسرش قبل كده، مباراه ناريه يعني. خلينا نروح سريعا للملفين دول. طبعا يعني الدوريات الاوروبيه هي الدوريات الممتعه اكتر اللي الناس كلها مهتميه بيها الفتره اللي فاتت، كلنا احنا شفنا النهايه الدراميه في بروسيا دورتموند وحصول بايرن ميونخ يعني خساره اللقب الدوري الالماني. الناس كلها كانت متعاطفه مع بروسيا دورتموند بصوره كبيره جدا جدا، وبالعكس بدات تربط باحداث ما بينها وما بين هنا في مصر لان كانت نفس النهايه الدراميه شويه، لكن هي دي متعه الكره في اوروبا، ما تقدريش يعني تتوقعي مين اللي هيكسب مين اللي هيخسر. كلنا طبعا منتظرين النهارده اللقاء الناري زي ما انت قلتي، وخاصه ان هنا ما خسرش وهنا ما خسرش، فهيبقى مباراه طبعا ناريه جدا جدا. بس حابب اهني طبعا محمد صلاح، بالرغم ان ليفربول ما حصلش على لقب الدوري، لكن حابب اهني محمد صلاح طبعا ان لحد دلوقتي هالاند اللي هو هداف الدوري لم يكسر الرقم القياسي بتاع محمد صلاح. محمد صلاح كان مسجل 32 هدف بدون ضرب الجزاء، هالاند كان محقق اسجل
في حدود 22 25 هدف بضربات جزاء. فده كان ما قدرش ان هو يكسر الانجاز ده، يحسب لمحمد صلاح ان هو سجل اكبر عدد اهداف بدون ضربات جزاء، ودي بتتحسب في الدوري الانجليزي بيبقى ليها اهتمام خاص. لكن طبعا يعني كل التوفيق لمحمد صلاح، واتمنى ان محمد صلاح يبدا يشوف وجهه تانية غير ليفربول، لان ليفربول الفتره اللي فاتت كان بيعاني بصوره كبيره في الدوري وعلى الصعيد طبعا دوري ابطال اوروبا. لكن يعني نتمنى محمد صلاح يشوف بقى وجهه جديده زي بعض النجوم الكبار. انا اول مره حد يبقى مع الراي ان محمد صلاح يسيب ليفربول. اصل محمد اداره ليفربول شويه ليها تفكير غريب، يعني احنا كلنا شفنا اداره ليفربول الصفقات ما كانتش على المستوى. يعني تقدر تقول لحضرتك ان محمد صلاح كان بيلعب لوحده يعني في ليفربول، ما فيش وهو تحمل النتيجه اصلا بتاع تدني المستوى، وده بان في التصريح الاخير بتاعه. وكلوب لما رد عليه وقال راي محمد صلاح، وكان الراي يعني الكلام ما كانش عاجب يورجن كلوب. لكن انا شايف ان محمد صلاح قدامه برده كتير، محمد صلاح مسيرته ما انتهتش مع ليفربول. انا شايف ان هو لو راح احد الدوريات الكبرى، وخاصه ان هو بيمتلك عروض ضخمه، يروح ويجرب ويبدا تجربه جديده هتضيف ليه في دوري جديد. ده اتمنى ان يتعمل الفتره الجايه، لان ليفربول هي وصلت للمجد وهي حاسه ان هي بدات مستواها يبدا ينزل. فاتمنى ان محمد صلاح يبدا بقى يفكر في اي عرض في احد الانديه ممكن الكبرى. ممكن يبقى الدوري السعودي مثلا؟ هو ما بص اقول لحضرتك ولا لسه تو ايرلي، يعني لسه الخطوه دي لما يبقى فوق 35. تمام، هو المعلومات اللي عندي هو فعلا في متلقي عروض من الهلال السعودي، لكن مع ميسي بقى، مع ميسي. لكن محمد صلاح طبعا اكيد مش هيفكر في حاجه زي كده. محمد صلاح عنده حلم ان عايز يلعب في الانديه الكبرى زي ريال مدريد، برشلونه طبعا، مع احترامي للدوري السعودي اللي محقق نتائج كويسه جدا. احنا بنتكلم لغه الارقام يعني. لكن هو الدوري السعودي كريم بنزيما غالبا هيخلص في اتحاد جده السعودي، وهياخد، وفي برضه دي ماريا. يعني معقوله احنا بنتكلم بجد؟ انت عندك الدوري السعودي دلوقتي واخد من افضل 5 دوريات في العالم، دوري روشن من افضل 5 دوريات في العالم. انت عندك كريستيانو رونالدو، ناس صراحه في الدوري السعودي بيفكروا ازاي يقدروا يخلوا الدوري السعودي يطوروا من الكره عندهم. وكل ده ظهر وبان من فتره كبيره لما في بطوله كاس العالم، ودي بناء على رؤيه معموله يسيروا عليها الرياضه السعوديه الفتره الجايه لغايه 2030. هم عاملين خطه لغايه 2030 يعني لتطوير الرياضه. عامة هيبان، بس يعني انا عايزه اليوم يجي اللي احنا بنشوف كل الاسماء الكبيره في عالم كره القدم رايحه في الدوري السعودي. يعني مش عارفه ازاي النقله دي هتبقى، مش عارفه اتخيلها حتى. هي ما حدش متخيل فعلا النقله دي لما يكون عندك كريستيانو. وعايز اقول لحضرتك ان كريستيانو رونالدو في الفتره اللي فاتت بدا ان هو يتاقلم مع طبيعه الشعب السعودي. يعني كلنا شفناه بقى بيعمل زيهم في كل حاجه، بيسجد في اخر لقاء، اولاده كلهم بيتكلموا اللغه العربيه دلوقتي وبيدري لغه عربيه. الجلابيات اللي بتلبس، المشروب السعودي، القهوه العربي. خلاص يعني تحس ان بقى كريستيانو قلب سعودي شويه. طيب خليني اروح معاك بقى للنهارده واشبيليا وروما، متوقع ايه؟ هو التوقع صعب لان التوقع زي ما احنا قلنا الاثنين بس يعني انا يعني كخبره مورينيو مورينيو وروما انا كمان رايي كده. الخبره في دي، في خبره اللقاءات النهائيه دايما هي اللي الحاسمه، هي اللي بتحسم للفريق اللي عنده خبره اكتر. لكن طبعا يعني اسطوره صراحه، يعني مورينيو اسطوره، مفيش خساره واحده. اسطوره انا صراحه يعني، وكاريزما، وليه طريقه كده في التعامل، بيعرف يجذب الانتباه سواء جوه داخل الملعب او خارج الملعب. صحيح. لا هو اسطوره مورينيو، من الاسماء الكبيره، ومن الاسماء الكبيره كمان اللي سمعنا مؤخرا ان هي يعني عايزه تبعد شويه عن الساحه وعن التدريب، سباليتي. وناس كتيره حزنت للخبر ده، بس اتقال انه ده بناء على رغبته هو، قال لك انا خلاص تعبت. يعني هو من 94 بيدرب لحد هذه اللحظه 2023 وحقق كل حاجه تقريبا، فهو قال انا خلاص. انا اكيد هو بيحتاج لهدنه، واكيد هو لقى نفسه ان هو حقق كل اللي هو عايزه. لكن احنا عايزين نرجع لمورينيو. مورينيو في عرض احتمال يجي له برضه، عرض سعودي، ان هو برضه لا مش معقول بقى. والله برضه احنا شكلنا هنتفرج على دوريات اوروبا هي كلنا. يعني هو خلاص، يعني هي دي حاجه كويسه ان احنا دوله عربيه
بدات تستضيف النجوم العالميين من بعد ما حلوة كنا طبعا خالص جدا جدا. لا دلوقتي كمشروع رياضي لازم نستفيد بخبره الناس دي صراحه. فانا شايف ان لا ده الدوري السعودي دلوقتي بقى بينافس، يعني بنفكر يجيبوا زيدان، يجيبوا اسماء تقيله كلنا ما كناش نتوقع ان هم ينضموا لاي دوري عربي، بس دي حاجه تحسب للسعوديه الصراحه. طبعا تفكير ده خارج الصندوق تماما، يعني الصندوق في حته والتفكير في حته ثانيه. حتى يعني دول كثيره ما فكرتش للاسف يعني زي السعوديه في الموضوع ده يعني، بس هم بداوا حطوا سياسه من بعد ما كان في مشاكل في الاول في موضوع اللعيبه وكان في مستحقات وحاجات في الفيفا، بداوا ان هم حطوا خطه تمام يمشوا عليها. الخطه دي بدات انها تجني ثمارها من كاس العالم. وكلنا برضو شايفين كان وجود كان هيرفي رينارد اسطوره فرنسيه صراحه، انا بعتبره من افضل المدربين في العالم. هيرفي رينارد من المدربين الممتازين دلوقتي. هو طبعا طبعا اكيد هو ماسك دلوقتي بيتولى منتخب النساء الفرنسي، وده انا شايفه كان يعني خطوه برضو ما كانتش صح قوي، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا. كره القدم النسائيه عامه دلوقتي واخده ابعاد كويسه في العالم بالمناسبه وجماهيريا كمان اكيد، لكن مش زي كره القدم لسه طبعا. هو هيرفي رينارد مدرب كبير، يعني انا شايف هيرفي رينارد لا يقل ان يدرب منتخب فرنسا للكبار. هيرفي رينارد مدرب ممتاز، وكلنا شفنا اداء المنتخب السعودي وقبليه المغربي برضو. قبل برضو ما نختم فاضل ثلاث دقايق، ملف مصطفى محمد ونعنة الفرنسي بتشوف ايه الابعاد فيه؟ لان زي ما احنا سمعنا المشاكل اللي حصلت له مؤخرا، يعني فكره ان الشعار اللي كانوا عايزين يحطوه ورفضوا، احنا كلنا يعني بنسنده في القرار اللي هو اخده ده فورشور. اكيد مصطفى محمد احنا كلنا بنسنده، موقف رجولي منه، موقف كويس جدا جدا من لاعب فعلا مقدر ان هو كعربي وكمسلم مقدر ده كويس جدا جدا. العلاقه تقدر تقولي يعني المعلومات الاخيره بتقول ان هو خلاص عرضه للبيع وان هو مش هيلعب في النادي الفرنسي ده تاني، وغالبا وجهه مصطفى محمد هتكون خارج فرنسا. خارج فرنسا غالبا الفتره دي، العوده تاني للدوري التركي مثلا، ممكن يعود للدوري التركي، ممكن يجي له عرض اسباني، هو جاي له عده عروض. هو غالبا مش هيرجع الدوري المصري. اوكي يعني خلينا نتفق في النقطه دي، لكن هو جاي له دوريات من كذا انديه ثانيه ما عندهاش اجندات، فدي حاجه كويسه مصطفى محمد. ونتمنى مصطفى محمد من اللعيبه الكويسه اللي بتمثل مصر، وان شاء الله باذنك يا رب يكون ربنا يوفقه في نادي ثاني يكون افضل. نتمنى ليه كل التوفيق طبعا. استاذ محمد الوقت خلص للاسف الشديد، بس طمنا بعد مباراه ان شاء الله ثبات على السلم ايه اللي هيحصل، يعني لان احنا واثقين ان شاء الله ان الاهلي باذن الله يقدر ان هو يفوز وتبقى مباراه شوط اول اكثر من رائعه، ونبقى مطمنين اكثر كمان واحنا رايحين للشوط الثاني بالمغرب. كل حال نورتنا استاذ محمد بجد، اكيد واتمنى نسمع تاني. يوم الاحد انا ماليش في الكوره دي افضل من زوجه حضرتك بقى دي اهم حاجه دي. احنا ان شاء الله نيجي يوم الاثنين انا وكريم باذن الله ونقول لحضراتكم صباح احلى نصر كمان. الحلقه النهارده خلصت والاسبوع كمان انتهى، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وهكرر تاني كلامي وهاكد عليه، تغطيتنا مستمره على قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه ان شاء الله غدا، وطبعا الصرح الكبير وافتتاح يعني النادي الاهلي بالتجمع الخامس ان شاء الله يكون حاجه تليق بحضراتكم كجماهير للنادي الاهلي. مع السلامه.